السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور فيصل، دكتور ماجد، دكتور يوسف قاري، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا. ما شاء الله بدينا نشوف الدخول على الغرفة، فأنا حنتظر إلي ما يزيد العدد بعدين نبدأ الحوار بإذن الله. الإخوان اللي دخلوا علمونا كيف الموضوع معاكم، هل الإرسال جيد، هل تسمعون بشكل جيد. نصيحتي استخدموا متصفح الكروم لأنه أفضل متصفح تقدر تشوفوا فيه البرنامج. دقيقتين كمان ونبدأ حلقة النقاش بإذن الله. اليوم ما في عرض تقديمي، حنحاول قدر المستطاع أن نفتح الموضوع علشان نجاوب على جميع الأسئلة. ربما أنه حعرض عليكم فيديو أو آخر في أثناء الحوار، وننتظر أسئلتكم. إحنا هنا عشان نجاوب على معظم الأسئلة اللي نقدر عليها. أهلا وسهلا أخ محمد، الله يحييك. والأخت رشا، ممتاز، الله يعطيكم العافية. طيب أخت فاتن، حياك الله. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا يسعدني ويشرفني أنه يكون معانا الآن كوكبة من أساتذة الجهاز الهضمي ودكاترته على مستوى المملكة العربية السعودية. الجمعية السعودية الجهاز الهضمي تسعى حثيثا لنشر المعرفة داخل المجتمع العربي بإذن الله، ولعل الله أنه ينفع بنا ونحاول نفيدكم قدر المستطاع. معايا هنا في الحاضرين اليوم الأستاذ الدكتور يوسف قاري، استشاري الجهاز الهضمي وأستاذ الطب الباطني في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. حياك الله بروف، أرفع يدك عشان نيرو. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور فيصل، شكرا. والدكتور فيصل أبو الخيل، شبيه وسميه، كل ما نقول أنا أنتوا قولوا أنتين شبه بعض، ما شاء الله تبارك الله. حياك الله دكتور فيصل. دكتور فيصل استشاري أمراض الكبد وزراعة الكبد، من أكبر الأسماء في زراعة الكبد في المملكة العربية السعودية، خبرة طويلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، والآن انتقل مؤخرا من كم سنة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالدمام. حياك الله دكتور فيصل. صوتك راح دكتور فيصل، يمكن بس سوي ريفرش للبراوزر أجين. لو صار في تعليق في الصوت سادة الحضور إنه سوي ريفرش للبراوزر على طول. طيب الدكتور فيصل يرجع لنا ثاني. حياكم الله، الله يبارك فيكم. واللي عنده مشكلة في الصوت حاول دائما تسوي تحديث للمتصفح. هلا دكتور فيصل، حياك معنا. ايوه ممتاز دكتور فيصل، انت قفلت المايك. ايوه تمام، حياك الله دكتور فيصل. معانا، سامعني؟ طيب على بال ما الدكتور فيصل يصلح الاتصال عنده، ارحب كمان بالدكتور ماجد الماضي، استاذ مشارك الباطنه وقريبا استاذ الباطنه في جامعه الملك سعود، رئيس الجمعيه السعوديه، جزاه الله خير، هو داعم للمشروع ده وعلى كثير من المشاريع اللي لها علاقه وارتباط بالمضى. نسأل الله أن ينفع بها بإذن الله. حياك الله دكتور ماجد. دكتور فيصل بيروح يشبك تاني. أنت ماجد برضو الصوت أظن كمان راح، ترى معايا، سامعني يا ماجد ولا تكلم؟ ما سامعينك، صوتك راح. أنا بتسمعني يا فيصل؟ صوتك ممتاز بروح. طيب طيب، هل الصوت واضح الحين؟ ايوه الان بنسمعك يا فيصل. طيب ممتاز، انا اشكركم جدا على الاستضافه واشكر الجمعيه السعوديه لامراض الجهاز الهضمي على هذا اللقاء العلمي المفتوح للجماهير، وخاصه في موضوع مهم جدا زي صيام رمضان وامراض الجهاز الهضمي والكبد. شكرا، شكرا يا فيصل على التنظيم، واشكر الزملاء كلهم انه اكون معهم في هذه الليله. حياكم الله، الله يحييكم. ما شاء الله دخل معنا 60 الآن وننتظر المزيد. ماجد صوتك شغال؟ إن شاء الله، سامعني؟ ممتاز ممتاز. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ السؤال الأول من الأخ خالد، في سؤال من شقين هو حقيقة، وهذا سؤال صعب بروف،
هذا انت استاذ الاسئله دي. يقول لك هل تنصح علاج الاي بي دي بالهايبر باريك اوكسجين؟ بروف يوسف سمعتني؟ لا والله ما سمعت السؤال، ممكن تعيده لو سمحت. اعيدك ثاني، اعيد لك السؤال. طيب هل ينفع علاج الاي بي دي بالهايبر باريك اوكسجين؟ بالاكسجين المضغوط. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. انا اعتقد طبعا الهايبر باريك اوكسجين اتجرب قبل كده واتعملت عليه دراسات وابحاث في امراض الامعاء الالتهابية واعطى بعض النتائج الايجابية، ولكن اني هل انصح به في الوقت الحاضر؟ انا اعتقد انه هناك علاجات أثبتت علمياً فعالية أكبر بكثير، ومش بس حتى فاعلية ولكن على المدى البعيد برضو. يعني أنت لو حتى سويت الهايبرباريك أكسجين وصار في استجابة، وفي عندي مريضة أو مريضتين أنا بالنسبة لي من الناس اللي كان عندهم قولون تقرحي وكان شديد وأصروا إنهم ما يأخذوا العلاجات المتاحة الأخرى الحالية كالعلاجات البيولوجية وغيرها، وأصر أنهم يأخذوا العلاج بالهايبرباريك أكسجين، أتحسنوا إلى حد ما. لكن للأمانة من تجربتي البسيطة مع المرضى هذول الاستجابة ما كانت استجابة كاملة، وإحنا الآن في 2020 لما بنتكلم عن أمراض الأمعاء الالتهابية ما بنتكلم على تحسن فقط في الأعراض أو تحسن في الحالة العامة للمريض. صارت النقاط اللي إحنا أو الأهداف اللي إحنا نبغى نوصل لها هو الالتئام الكامل للغشاء المخاطي مع تحسن المريض بشكل عام، ولكن التئام الالتهاب نفسه والتأكد بذلك عن طريق المنظار صار هدف يعتبر هو الهدف الأول أو الأهم. النتائج في دراسات اتعملت قبل كده ولكنها يعني خلينا نقول إنه النتائج حقتها فيها نوع من التفاوت ما بين دراسة وأخرى، لكن هل أنصح بها؟ لا، في الوقت الحالي هناك علاجات أفضل وهي اللي أنصح بها حاليا. ماجد عندك أي إضافة دكتور ماجد؟ لا لا أبدا، أثني على دكتور بروف يوسف، كلامه صحيح بالفعل، وقد يكون حتى الدراسات اللي على الأكسجين المضغوط وترى مو موجود في مراكز كثيرة، هي عبارة عن غرفة كبيرة يدخلها الواحد يضغط الأكسجين عليها، نفسها تستخدم للناس اللي يستخدمون الغوص كثير، فتستخدم علاج مشاكل الغوص. الأكثر نتائج كانت وإذا ما أنا غلطان على مشاكل الجلدية التي توافق داء الأمعاء الالتهابي، بعض الناس يجيهم زي الخراجات والصديد في الساقين اللي هذه تنفع فيها جزئيا، ولكن بالفعل البروف زي ما قلنا في أدوية أفضل بكثير بكثير، والدراسات حقات الأكسجين المضغوط نوعا ما يعني ليست محكمة بالشكل الجيد فلا يعتمد على نتائجها. يعني خلاصة الكلام إن قلة الدراسات ما تسمح إنه الواحد يعطي توصية باستخدام الأكسجين المضغوط، وإنه المعلومات اللي موجودة عنها قليلة لكنها ما شاء الله تبارك الله نسبيا آمنة، صح؟ فيعني احنا ما نقول انه يعني انه منها مشاكل كبيرة، فهذه ميزة فيها. هي مشكلة توفرها وسعرها غالية جدا، ترى ما هي رخيصة، فالمريض اللي يروح يدفع عليها ترى يا جماعة في علاجات أرخص بكثير ومتوفرة في المستشفيات وفعاليتها أضمن لك. طيب السؤال اللي بعده، هل الكانديدا أو الفطريات لها علاقة بالقولون التقرحي؟ الكانديدا فين؟ في القولون التقرحي لها علاقة؟ هل هي سبب للقولون التقرحي؟ والله احنا يعني الى الان الى الساعة هذه اللي احنا بنتكلم فيها النظريات العلمية اللي بحثت في موضوع مسببات الأمعاء الالتهابية هي دراسات كثيرة جدا ومتعلقة الى حد كبير بتفاعل الأمعاء والجسم أو اللي هو خلينا نسميه قابلية الإنسان إنه يصير فيه عنده استعداد لإنه يصير عنده هذا المرض عند تعرضه إلى أنواع معينة من الميكروبيومز والحاجات هذه.
انما الكانديدا كجرثوم او ك يعني فايروس اسمه فانجس معين يعني انه هو له علاقه مباشره، انا ما اعتقد انه في معلومه واضحه في هذا المجال تفيدنا بهذه الناحيه. طيب انا هنقول السؤال للدكتور فيصل ابو الخيل. دكتور فيصل، كيف تفرق بين الاي تي بي في المرضى الكرونيك ليفر ديزيز؟ ان هذا شكله سؤال طبي بس يعني واحد عنده اطلاع طبي في الموضوع. الاي تي بي اولا خليني بس اشرح الامراضين. طيب. امراض امراض الكبد المزمنه دائما يصاحبها نقص في الصفائح الدمويه في الدم وبسبب تضخم الطحال وارتفاع الضغط الوريد البابي. واي تي بي مرض اخر يصيب النخاع عاده او مناعي يفقد الصفائح انتاجيتها، فما نعرف انه الصفائح تنزل بسبب ايش. فدكتور فيصل كيف تفرق بين الاثنين واعطينا تفاصيل طبعا. اي نعم طبعا المساله هذه طبعا دائما تكون محور مهم جدا انه الواحد يحاول يفرق بين الاثنين، حتى في الناحيه الكلينيكيه لما المريض يعاني من نقص في الصفائح. النقص في الصفائح هنا في الاثنين هو تكسر في الصفائح، لكن هناك تكسر في الصفائح لأنه الطحال متضخم بسبب تليف الكبد التي ينتج عنه زيادة في ضغط الوريد البابي، مما يؤدي إلى تضخم في الطحال وزيادة في تكسر عدد الصفائح. وما بين تكسر الصفائح الناتج عن مرض مناعي يصاب الدم، في هذه الحالة دائما إذا كان الاشتباه عالي أنه مرض مناعي اللي هو الاي تي بي، يصير في نوع من عملية ناخذ عينة من النخاع بطبعا استشارة دكاترة أمراض الدم، وبعض العلامات الأخرى المتوفرة اللي هي عدم وجود طبعا أمراض الكبد، عدم وجود تليف، هذا يساعد في تشخيص إنها مرض مناعي اي تي بي. هل ممكن مريض الكبد يكون عنده الاثنين؟ هذه تحدث نادرا في أمراض المناعية الكبدية. إذا كان الشخص يعاني مثلا من مرض مناعي كبدي يهاجم الكبد، ممكن الأمراض المناعية تكون مصاحبة بأمراض مناعية أخرى، ولكن هذه نادرة جدا أنه يكون الشخص يعاني من تليف الكبد وبالتالي نقص في الصفائح وفي نفس الوقت يكون عنده اي تي بي. ممتاز ممتاز. في إضافات أخرى دكتور يوسف دكتور ماجد؟ لا ما عندي. طيب في سؤال بيتكلم عن الانفليكسماب، هل يعالج الكرونز بمنطقة المستقيم؟ تفضل دكتور ماجد. الله يرضى عليك. الانفليكسماب أو الأدوية البيولوجية هذه اللي فصيلة كبيرة الانتي تي ان افس منها الانفليكسماب الادريدماب، وفي أدوية أخرى زي الفيدوليزوماب، كلها تشتغل على داء الأمعاء الالتهابي بغض النظر عن المنطقة. فنعم تشتغل عليها حتى لو كانت منطقة المستقيم. الانفليكسماب يمكن أفضل من غيره من الأدوية البيولوجية أنه يشتغل على النواصير المنطقة المستقيم أفضل من الأدوية الأخرى، ويعتبر أقدمها، فالمعرفة فيها يعني وثيقة لنا، يعني يمكن حول 20 سنة الآن يستخدم في أدوية كثيرة لداء الأمعاء الالتهابية والأدوية الروماتيزمية أيضا. فنعم بكل بساطة نعم يشتغل في منطقة المستقيم. تمام دكتور يوسف. وثني على الكلام 100%. طيب هو انفليكسماب ترى من الأدوية القديمة مرة 98، ترى أول ما طلع 1998، فما شاء الله الآن تجاوز 22 سنة، فخبرة طباء الجهاز الهضمي في الدواء مرة ممتازة، ونعرف له مزبوط ونفهم له مرة مزبوط، أكثر واحد نفهم له بتفاصيله بمشاكله بمضاعفاته بفعاليته بين الأدوية كلها. الأخت إيمان تسأل تقول الإرهاق والتعب إيش سبب غير نشاط المرض ونقص فيتامين دال؟ الآن كل واحد منكم حيجاوب على جزئية من الإرهاق والتعب، لأنه الإرهاق والتعب يا أخت إيمان أسباب عدة عدة. دكتور يوسف أولا. هو يعتمد إرهاق وتعب في 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 إنسان مستصح ولا يشكو من أي أمراض أسبابه تختلف، أما إذا كان فيه هناك أمراض مزمنة فالأمراض المزمنة هذه بعضها
يظهر على شكل إحساس بالتعب والإرهاق وكذا. مثلاً إذا الإنسان عنده التهابات مزمنة، إذا كانت عنده بعض النواقص في بعض الأملاح، المعادن، الفيتامينز، أمور من هذا الكلام، بعض الأمراض المزمنة، يعني فتيغ اللي نسميه فتيغ and generalized fatigue، يعتبر زي ما تفضلت من إحدى الأعراض المهمة لأمراض كثيرة مزمنة. إذا كان الإنسان مستصح ما يشكو من أي مرض ويشعر بإرهاق وتعبه بشكل عام، ففي الحالة هذه يعتمد على التاريخ المرضي، يعتمد على وجود أعراض أخرى كمان مع الأعراض هذه ولا لا. هذه يعني عادة الطبيب يقعد يسمع من المريض ويأخذ التاريخ المرضي بالكامل، وقد يحتاج إلى عمل بعض الفحوصات البسيطة حتى يشوف ممكن مثلا من الحاجات اللي تعتبر إلى حد ما عندنا في المنطقة نسبتها ما هي قليلة، اللي هو قصور الغدة الدرقية. وأحيانا ما يكون في أي أعراض أخرى غير الإحساس إنه الإنسان دائما تعبان ومش عارف. فإحنا مش كل شيء نقول فيتامين دي، أنا أعتقد إذا الواحد بيشكو منها لفترة طويلة كمان، مش إنه إرهاق وتعب لمدة يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام، لأنه ممكن يكون هذا التهاب فيروسي بسيط وراح وكذا. لكن إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة، ففي الحالة هذه يجب أن المريض يشوف طبيب، والطبيب يحاول يشخص كان في سبب ممكن يعني يعالجه ويتحسن المريض. دكتور فيصل، نقول لك الإرهاق والتعب مع أمراض الكبد، أدينا لأنه هذه قصة كبيرة. نعم، زي ما تفضل بروف، يعني هو في الحقيقة جزء من الأمراض المزمنة يكون دائما في الإرهاق والتعب، وخاصة طبعا لما يتطور المرض في الكبد إلى مرحلة التليف. يعني يمكن يكون حتى بداية أمراض الكبد، بداية التليف، يبدأ المريض يعاني من الإرهاق، ويبدأ هذا الفتيغ هو من أهم الأعراض اللي يعاني منها، وغالبا لأنه الميتابوليزم أو النشاط الداخلي للجسم قل، وبدأ الآن يدخل في مرحلة الإرهاق العام، وما في الطاقة أنه يؤدي زي ما كان أول قبل المرض. ونقص فيتامين د معترض، يعني مرتبط كثير أيضا بأمراض الكبد، وخاصة الأمراض اللي لها علاقة بالقنوات الصفراوية، لأنه المشكلة دائما تكون أنه ممكن يصير، يعني غير أنه إحنا عندنا زيادة في نقص فيتامين د، لكن أي أمراض تصيب الكبد وليها علاقة في مشكلة الإفراز المادة الصفراء أو حتى تكوينها، يصير في خلل في كل أنواع الدهون المتعلقة بالفيتامينات اللي هي منها فيتامين د، فلذلك يصير قلة في امتصاص هذه الفيتامينات ويفقدها الجسم، زي الدال والألف والكاف، وهذه كلها مهمة جدا. لكن طبعا الأعراض هذه مش بس موجودة، الإرهاق والتعب في الأمراض المزمنة، أيضا في بعض الأمراض الحادة، يعني مثلا إصابة الإنسان بمرض فيروس باء الكبدي أو ألف، على طول يكون من الأعراض إصابته بالفيروس أنه يصير عنده تعب شديد، إرهاق شديد، حتى من جزء من الأعراض للالتهاب الحاد. وممكن تكون هذه أول مؤشر قبل ما تبدأ مرحلة الإصفرار في العين وتبدأ الأعراض الأخرى المصاحبة. أما بالنسبة للي تفضل عليه البروف أنه هو الأمراض المزمنة، فنعم الكبد جزء من الأمراض المزمنة اللي أيضا يكون الإرهاق والتعب جزء منها. دكتور ماجد، السؤال حاخده بطريقة تانية، فيتامين دال والإرهاق، إيش قصة فيتامين دال ده؟ طالع لنا في كل الأشياء، في كل الأمراض، ما في مرض خلى من فيتامين دال ونقصه. هل في قيمة علمية لهذا الكلام ولا الأطباء يشككوا في الموضوع ده؟ الآن في مراجعة كبيرة للكلام اللي كان طالع في الفيتامين دال. يمكن الأطباء الأفاضل يذكرون، يمكن قبل 3 أو 4 سنوات كان فيه وفرة في الأدبيات الطبية على فيتامين دال. كل حاجة في الدنيا ارتبط بفيتامين دال، حتى السرطانات تربطت بفيتامين دال. القضية أنه نقصه في المجتمع يعتبر شائع جدا، فأنك تربط أي حاجة سهل إحصائيا ودراسيا. أحد الزملاء عندنا في الجامعة، طبيب أستاذ رياض سليماني الله يعطيه العافية، دخل مدارس طالبات متوسط وثانوي، سحب منهم عينات دم كلهم، كان نقص فيتامين دال 100%،
كل الناس عندهم نقص فيتامين دال. فإنك تربط بأي عرض جدا بسيط، هل له قيمة حقيقية واقعية؟ حقيقة خلال السنوات اللي فاتت بان أنه لا. الهدف الأساسي من فيتامين دال مضاعفات على المدى الطويل جدا، قضية هشاشة العظام والكسور المضاعفات لها. أما ارتباطها بالنقص الكالسيوم الحاد والمشاكل هذه فقليل ونادر، لكن يحصل. هل هو جزء من المنظومة العلاجية كأنك تحافظ على صحة الشخص خلنا تعدله؟ نعم. زي ما تفضلت، في شك أصلا في مستوى فيتامين دال بالنسبة للعرب، هل هو حقيقي أم لا؟ هذه زملاء الغدد عندهم الآن نقاش كبير. قد يكون كمية الفيتامين دال اللي يحتاجها العرب أقل بكثير من غيرهم. احنا القيم المرجعيه حقتنا ناخذها من مجتمعات اخرى غير مجتمعاتنا. فزي ما تفضلت في مراجعه اصلا الان لكل موضوع الفيتامين د ككل. بس الى الان اذا كان ناقص تعالجه، اذا كان في سبب اخر حقيقه اخر شيء تسمي العرض تربطه بفيتامين د ونقصه، حقيقه يجب ان تبحث مليا في التاريخ المرضي والاعراض والمشاكل حقت الشخص قبل ما تقول والله هذا كله من فيتامين د. طيب عشان نغلق موضوع الدكتور بروف، عندك تعليق دكتور يوسف؟ لا ابدا لا ابدا. نغلق موضوع الارهاق. الارهاق اسبابه متعدده. طيب ما في سبب واضح ممكن يكون كده نقوله على الهواء، لازم تجلس مع الطبيب يراجع تاريخك المرضي ويشوف الادويه اللي بتاخذها، لانه احيانا بعض الادويه، ادويه الضغط مثلا، ترى كثير منها يسوي ارهاق مثلا، او هبوط في الغده الدرقيه. عده اسباب، الاسباب جدا متعدده. قصة ارتباط فيتامين دال بموضوع الإرهاق هذه تحت الدراسة الآن مرة تانية، لأنه يبدو أنه فيتامين دال بالغنا كأطباء في تقييمه وارتباطه بالأمراض، ونرجع تاني الآن بكل نتراجع عن كثير من الآراء الطبية المرتبطة فيتامين دال، لكن يظل إلى الآن الناس لو لقته ناقص حتكمل وتعوضه، لأنه ما نعرف إلى الآن أنه هل هو نقصه له أثر سلبي ولا لا. فحتلاقينا كأطباء وش فيتامين دال ناقص حنعوضه، لكن عندنا شك كثير في إنه فعالية الموضوع ده. طيب حننتقل للسؤال اللي بعده. الأخت سميح الله يشفيك وعافيك، عملت مفاغرة قبل 4 أسابيع ودوبها عاملة عندها دم وصديد، والإنفلكس ما بيعالج الكرونز. نعم جاوبنا على الموضوع ده إنه الإنفلكس ما بيعالج الكرونز. حاخذ موضوع تماما مختلف. ما هو علاج القولون العصبي في رمضان؟ مين نبدأ؟ مين يحب يبدأ؟ دكتور ماجد يلا توكل على الله. القولون العصبي حقيقة من المشاكل العويصة في المجتمع، شائع جدا، أعراضه قد تكون طفيفة ويتعايش معها الشخص، وقد تكون شديدة لدرجة أنها تأثر على مناحي الحياة، تأثر على وظيفة الشخص، علاقاته الاجتماعية، خروجه ودخوله، تردد الزيارات على الطوارئ من آلام المغص والإمساك والمشاكل هذه، وتجد نسبة ليست بالبسيطة يدورون بين المستشفيات والأطباء يدورون على علاج القولون العصبي. للأسف لا يوجد له علاج، يعني ما له شفاء. قضية أني بأخذ دواء اليوم أسبوع أو كورس أسبوعين وبيروح القولون العصبي ولا بيرجع. هي عبارة عن نمط حياة، أنك تتفاهم معه وتتعايش وتعرف اللي يثيره واللي يريحك. من المثيرات التقليدية للقولون العصبي عادة العادات الغذائية والحركة واستهلاك السوائل، وكل هذه الأمور نمطها الاعتيادي في الأيام العادية يتغير في رمضان. طريقة الأكل، الحركة، كميتها، الصحوة والنومة، هذه كلها تأثر في حركية الأمعاء. فكل شخص حقيقة أعرف بنفسه، يعني بالفعل المريض يكون طبيب نفسه، يعرف المثيرات والمحفزات للأعراض السلبية اللي عنده، الألم، للمغص، إمساك، إسهال، انتفاخ البطن. عادة المريض بيعرف إيش اللي يثيرها، تحاشيها. قضية الإكثار من السوائل والحركة مريح بالنسبة للقولون العصبي. الألياف في نسبة من الناس يرتاحون عليها، قضية الورقيات، السلطة، الجرجير، الأشياء هذه يرتاحون عليها. في ناس يحتاجون مكملات ألياف تأخذ كحبوب، يعني النورماكول أو الأملاح كموفيكول بالنسبة للناس اللي عندهم إمساك. أعتقد كده كفاية. خلينا نشوف إيش عند البروف يوسف، أكثر مني خبرة في هالأمور. كفيت ووفيت، ما بقيت لي شيء أضيفه الحقيقة. هو بس هي في نقطة مهمة جدا، مفروض إنه يعني يمكن نركز عليها شوية، إنه في نسبة من المرضى اللي تكون عندهم هذه الأعراض، أعراض ما نسميه بالقولون العصبي،
يعتقد أنه لازم تكون هناك علة مرضية في جسمه، وأنه الأطباء ما هم قادرين يكتشفوا هي فين. إحنا عادة نشرح للمريض نقول له هذه ظاهرة، هذه متلازمة، ظاهرة موجودة ونقر بها ودرست ولها تعريف طبي بناء على معطيات معينة وأعراض معينة وبعض الفحوصات البسيطة، بناء عليه بنشخص هذه الحالة. وزي ما تفضل الدكتور ماجد، هي حالة مزمنة تروح وتيجي، في أوقات تختفي في أوقات تتحسن، هناك بعض العلاجات التي تساعد. ولكن هي النقطة المهمة المحورية اللي دائما نحاول نشرحها للمرضى، إنه في بعض المرضى يعتقدوا إنه تكرار الأعراض هذه على المدى البعيد ممكن لا قدر الله تؤدي إلى يعني مشاكل زي أورام أو حاجات من هذا الكلام. إحنا دائما نحاول إنه نؤكد على إنه هذا المرض هو مزمن، أي نعم، ولكن it's a bad news and a good news. The bad news إنه هي هو مزمن، the good news إنه هذا المرض عمره ما يتحول لا سمح الله إلى شيء بطال أو مرض خبيث أو شيء من هذا الكلام، ومع الوقت حيصير في تحسن في الأعراض. إذا المريض فهم الكونسبت هذا ساعتها بإذن الله تعالى يبدأ يشوف يتحسن. وأثني على كموضوع اللي قاله الدكتور ماجد في موضوع رمضان، هو كل مريض أعرف بنفسه. إحنا مشكلتنا في رمضان إحنا نلوم رمضان وهو ليس رمضان، هي العادات اللي إحنا نغيرها بدخول رمضان. ولا رمضان بالعكس يعتبر زي أنت عندك، أنا أتخيلها دائما لو عندك مصنع وماكينة شغالة على مدار الـ 24 ساعة والسنة الكاملة، وتجي لمدة شهر تقفل الماكينة هذه وتعمل لها نوع من الصيانة وتضبط الزيت وتضبط الأمور، فالشهر الفضيل هذا الله خالقنا سبحانه وتعالى وأعلم بنا وأعلم بأجسادنا، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى بأنه أمرنا بصيام هذا الشهر، فلا بد أنه يكون هناك حاجات كويسة جدا لأجسامنا ولجسمنا. وبعض الأبحاث الحقيقة بيّنت أنه حتى الجهاز المناعي في الجهاز الهضمي، الخلايا المبطنة للجهاز الهضمي، هذه كلها في هذه الفترة تتحسن. أضف إلى ذلك الحكاية أنه بيبتعد عن الدهون ومش عارف ايه. فالإنسان اللي ياخذ رمضان بكونسبت انه انا هذه الفترة ابغى اريح الجهاز الهضمي حقي، وفي نفس الوقت يعني اخذ سوائل كافية واتغذى غذاء جيد، بالعكس انا اشوف انه ممتاز، وكثير من المرضى الحقيقة يتحسن في شهر رمضان. طيب، هو أنا يمكن أثني على الموضوع ده وأضيف موضوع نقاط اللي ما ذكره الدكتور ماجد الدكتور يوسف، حكاية الرياضة. الرياضة ترى يا جماعة لها دور كبير في تخفيف التوتر والقلق بشكل عام، والقولون العصبي مرضاه يتحسنوا كثير. أعمل لنفسك يوميا حصة رياضة، والرياضة نتكلم عليها سهلة، ما نطلب شيء كبير. ترى المشي نص ساعة يوميا أو على الأقل 3 أيام في الأسبوع أثبت علميا، ترى في التجارب ودراسات علمية أنه ترى مفيد جدا في تخفيف أعراض القولون العصبي. نام بدري وقم بدري. من الأشياء اللي تصير في رمضان تغير سلوكي عندنا في المجتمعات العربية أنه نقلب نومنا ونسهر الليل وننام النهار، ولخبطت الساعة البيولوجية خلال شهر رمضان تزيد التوتر عند الإنسان. ومن أهم العلاجات أنك تعالج نفسك فيها أنه ينتظم نومك. النوم المنتظم من أفضل الأشياء اللي تعملها لبدنك عشان يخف عليه الضغوطات والتوترات، وخلاص ضغوطات النوم تزيد هذه الضغوطات والتوترات. تلاقوا انتم ترى على اخر رمضان الناس تبدا تزكم بزياده وتعصب بزياده وتفقد اعصابها بسهوله، ويعني هذا كله مردوده غالبا انا اشوفه للنوم. دكتور يوسف تعلق على الموضوع ده. والله انا اعتقد انه كلامك صحيح 100%. الرياضه مهمه جدا، احنا ننصح بها في الـ في الـ في الـ حتى في جميع اوقات السنه، واللي تفضلت بيه 20 دقيقه 3 مرات في الاسبوع، هذه مثبته علميا انها لها فوائد كثيره للجهاز، الدوره الدمويه والقلب والكوليسترول وامور كثيره جدا. في رمضان برضو عمليه هي اللخبطة عن الاعتياد اليومي أو الروتين اليومي. كثير تجد بعض الناس إنه هو بالرغم من دخول رمضان سبحان الله مرتب نفسه، ينام الساعة مثلا 12، يصحى على الساعة 3:30، يتسحر، يقعد يصلي، ويمكن يرجع بعد الصلاة ينام له كمان حق ساعة ساعتين قبل ما يقوم للعمل. هذول الناس ما يعني تجدهم يعني
الوضع العام بالنسبة لهم مريح، حتى طريقة أكله مثلا، الإفراط في الأكل. يعني أنا أعتقد، وهذه جربتها أنا شخصيا، يعني الواحد يجي على الإفطار أو على السحور ويحس بنفسه أنه هو مرة جيعان، وبعدين يبدأ يأكل. طالما هو قاعد على الصفرة وقدامه الحاجات الحلوة هذه، المشهيات هذه والأكلات الجميلة، حتلاقيه مضطر أنه يأكل. أنا جربتها، جربوا قوم، يعني بعد بأول إحساس شبع، وقوم وروح صلي وأقعد كده 5 دقائق قاوم الموضوع ده. تجد نفسك لو ذهبت إلى الصفرة مرة ثانية إنه بدأت خلاص تشعر إنك أنت ما تحتاج الحقيقة إنك. فهذه لازم نحطها في بالنا، ما يعني إذا طبيعة النفس إنك تقعد وتبغى تأكل، وهذه عادة طبعا سيئة جدا بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل الارتجاع والقرحة والأمور هذه كلها. خرجت عن الموضوع شوية، بس أثني على رأيك تماما دكتور فيصل في إنه موضوع يعني إحنا رمضان، أرجع وأكرر، رمضان لابد إحنا نفكر فيه. يعني هو يعني هي كوباية، وإحنا نشوف أي النص الفارغ ولا النص المليان. يعني إحنا دائما نطالع على إنه والله رمضان هذا يعني بعض المرضى يتعبوا، مش يتعبوا لأنهم بيبدأوا يمارسوا عادات سيئة في رمضان، يمكن ما كانوا يسووها قبل رمضان، ولما جاء رمضان بدأت العادات هذه تظهر، الإفراط في الأكل، الأكل اللي ما يحسس الواحد خلاص يعني، والخوف إنه والله ممكن أعطش وممكن مش عارف إيه، فالسحور الثقيل وبعدين النوم بعدها. وإحنا نعرف، وإنتوا الأخوة الزملاء كلكم تعرفوا هذا الكلام، إنه الأكلات اللي فيها دهون دائما تفريغ المعدة للأكل الدهني يكون أبطأ بكثير من تفريغه للمواد اللي فيها ألياف ومش عارف إيه وكذا. فإحنا طبيعتنا للأسف إنه أكلنا ثقيل شوية ونكثر فيه. الإنسان اللي يراقب هذه النقطة صدقني بالعكس، رمضان هو 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 شهر يعني لو أخذناه بعقلانية كده وراقبنا فيه ونظمنا أكلنا وكذا، بالعكس يمكن أمور كثيرة نرتاح منها. ماجد، إيش رأيك الأغذية المناسبة للقولون العصبي؟ حقيقة الغذاء متعب نوعا ما، قضية التغذية، وفي تخصص كامل التغذية، وتسمع فتاوي في تويتر وتسمع فتاوي في فيسبوك على قضية إيش تأكل وإيش ما تأكل، وهنا تبان لك الفروقات الفردية بين المرضى. في شخص يقول والله أنا أتعب من البقوليات، في ثاني يقول لا والله أنا أتعب من الورقيات والخضروات. كل شخص عارف بنفسه حقيقة. هل هناك حمية للناس اللي عندهم قولون عصبي؟ نعم، هناك حمية مدروسة معروفة اسمها فودماب، ولكنها حقيقة نوعا ما شنيعة، يعني تحتمي من أشياء كثيرة جدا جدا جدا. حتى الدراسات حقتها إذا ما تخوني الذاكرة ما حد قدر يكمل أكثر من 4 أسابيع، فيها حرمان كثير ولكنها فعالة. عادة الناس تتعب من قضية البقوليات لأن إذا انهضمت سوت غازات، المشروبات الغازية، الألياف الناس تتباين فيها بشكل كبير، في ناس يرتاحون على الألياف وفي ناس يتعبون منها. العمد في الأخير على الشخص نفسه، في أشياء نشترك فيها كلنا كبشر، قضية الدهون زي ما تفضل الغرف قاري متعبة للجميع، التخمة أو الشبع من الوجبات هذه ما لها علاقة بالقولون العصبي ولا بغيره. واحد يأكل أكل دسم يتوقع أنه بيتعب، ما له علاقة بالقولون العصبي. مرة ثانية حقيقة هي تفرق من فرد لفرد. التغذية الصحية هي أفضل شيء ننصح فيه، وإذا في شيء واضح للمريض أنه يعاني منه يتحاشى فقط. أما الحرمان الكثير برضو ما ودك يجي واحد يجي بسوء تغذية، مثلا والله أبعد عن الحليب، أبعد عن ما بقى مصدر للكالسيوم له، والله بعد عن الخبز ولا وقاعد يأخذ لي. يعني في أشياء مقبولة وفي أشياء غير مقبولة. إذا كان الحرمان بشكل كبير من أشياء كثيرة، قد يكون أنك يعني تستعين بطبيب أو أخصائي تغذية شيء مناسب لأن فعلا ينظر في الموضوع. هل هي قضية والله حساسية قمح، ما قضية قولون عصبي، هل في شيء آخر ما احنا بشايفينه؟ فيعني بشكل عام التغذية موضوع كبير وبحر، ولكن الفروقات الفردية فيها تطغى على أي نصيحة عامة. خليني بس أشرح إيش هي الفود مابس. الفود مابس هذه صيحة في الطب تتكلم على الأغذية المحتوية للفركتان، والفركتان هذا واحد من مكونات الغذاء اللي يطلع غازات كثير في هضمه. فأي أحد يكون قولونه متحسس من المواد هذه
ممكن بعد الهضم المادة الغذائية دي، يعني من أشهرها القرنبيط والبصل، يعني يمكن أسهل، وهي مجموعة كبيرة ترى، من لسه كبيرة من المأكولات، لما تهضمها هذه تطلع لك غازات كثير في بطنك وتعمل انتفاخات، والانتفاخ للبطن هو سبب الألم في القولون العصبي وعدم الراحة، والحمية منها صح أن الواحد يعني في غذاء خاص خالي من منتجات الفركتان، لكن الثمن أنك تسيب هذه المأكولات كثير مرة لأنها كثيرة مرة. فزي ما قال الدكتور ماجد أنه لازم تعرف بالضبط مين الأكل اللي ضايقك. دكتور يوسف إيش رأيك؟ أنا أتكلم من يعني من الناحية العملية مع مرضاي، إيش أقول لهم في العادة؟ أولاً لازم إحنا يعني نقر ونعترف بأنه الأكل هو إحدى متع الحياة. سهل علينا إحنا كأطباء إننا نقول للمريض، إننا إحنا أنا دائماً اللي أقول للمريض الكلام اللي قاله الدكتور ماجد، يا أخي أنت الآن الأكل، أنت دحين يعني معظم المرضى اللي عندهم الاضطرابات هيدا لهم فترة يشتكوا منها، خلينا نقول مثلاً 3 شهور 6 شهور سنة هو يجي يشتكي لك من الأعراض هذه، لازم يكون كون خبرة عنده في هذه الفترة إيش الأكلات اللي هو يعرف إنها هي التعب. فأنا دائماً لما أقول لهم إذا لم يكن عندك مرض آخر غير ما نسميه بالقولون العصبي، زي ما تفضل الدكتور ماجد، سيلياك، بكتيريا الأوفر جروث، مشاكل صحية أخرى مرضية وليست المتلازمة القولون العصبي، فإنت أفضل شيء تسويه هو إنك أنت طبيب نفسك. وهذه تحصل، أقول له إيش الفائدة لما أديك أنا الاستاتين، أقول لك هذه مسموحات وهذه ممنوعات، وتروح البيت وتجد إنه اللي بيحصل معك هو العكس تمام. اللي أنا قلت لك هو لا تأكله بتأكله وبيسوي لك مشكلة، واللي قلت لك لا تأكله وإنت بتأكله وإنت مرتاح. يبدو أن الصوت دكتور يوسف فقدناه، لو تقدر سوي ريفرش بس للبراوزر حقك دكتور يوسف إذا سامعني. صار عندي انتفاخ وصار عندي كذا وصار عندي كذا، ففي تفاوت كبير الحقيقة في الموضوع. وأنا أعتقد أنه النظرة العامة بشكل عام، يعني هناك ناس يفتوا في الموضوع زي ما تفضل حقنا التغذية، لكن لو أخذناها كده بشكل عام معظم الأحيان الأكل اللي فيه ألياف وقلة في الدهون بشكل عام أفضل للإنسان بشكل عام. دكتور فيصل خلينا نأخذ الحوار للتغذية لمريض الكبد. طيب خلينا نتكلم على محورين، لأنه التغذية بشكل عام لمريض الكبد وإيش يسوي في رمضان؟ طيب بالنسبة لمريض الكبد لن يختلف عن الأشياء الأساسية اللي طرحت الآن دكتور ماجد والبروف، من ناحية شيء جوهري مهم جدا وهو كثرة الألياف وتقليل الدهون، هذا شيء أساسي جدا. وأيضا حتى مريض الكبد الذي يعاني من أمراض مزمنة، وبالخص خلينا نتكلم على التليف، لأنه عندما يبدأ فيه تليف على طول يبدأ مسألة سؤال المريض إيش آكل وإيش ما آكل وإيش الضرر، وهذه الأمور تجي بالذات في مرحلة لما يكون واحد عنده مرض مزمن أدى إلى تليف. أنا أحب أضيف بالنسبة لمسألة التليف بالذات، هو أنه أول شيء مهم جدا أنه في خطأ شائع أنه عندما يكون الشخص مصاب بمرض بالكبد وخاصة تليف الكبد أنه ما يأكل لحم ويمتنع تماما عن البروتين، هذا خطأ شائع، لأنه المشكلة من إحدى مشاكل تليف الكبد وممكن يؤدي إلى تدهور الكبد وزيادة مضاعفات التليف هو فقد زيادة في البروتين، لأنه من وظائف الكبد غير طبعا إفراز المادة الصفراء، مواد التخثر في الدم، هو أيضا تكوين البروتين. فأنت عندما ما تأكل بروتين تساعد على ضمور العضلات في جسم الإنسان، فيأتي المريض من إحدى مضاعفات التليف هو أنه يبدأ يصير عنده استسقاء بفقده للبروتين الألبيومين، وأيضا يبدأ عنده ضمور في العضلات، مما يسرع من مسألة مضاعفات التليف ويتحول التليف إلى تليف متقدم يحتاج زراعة كبد. إحنا ننصح أنه لازم البروتين من الحيواني أيضا يكون على الأقل 1 جرام للكيلو جرام، فمثلا إذا الواحد وزنه 70 يجب أنه يأخذ طبعا تقريبا 70 كيلو جرام من اللحم.
إلا في حالة واحدة فقط، نحن نبدأ عاد نركز على إنه البروتين لازم يكون مقنن وما يكون من البروتين الحيواني، هو إذا كان المريض يعاني من مضاعفات للتليف مثل الغيبوبة الكبدية وتكون متكررة. في هذه الحالة يجب أن نحاول إن إحنا نقلل من البروتين من الحيوان، من اللحم الأحمر بالذات. فيتجه الإنسان إلى الأكل البروتين من الدواجن والسمك، وأيضا البروتين من الإيش، من النبات زي البقوليات والفول مثلا والعدس والأشياء الأخرى. والشيء الثاني الأساسي هو عندما يصاب المريض بمرض يؤدي إلى تليف يجب أن يقنن من الملح، يعني الملح هذا يكون أكبر ضرر على المريض المصاب بتليف الكبد، لأنه يساعد على احتباس الماء ويؤدي إلى تطور مع زيادة الضغط في الوريد البابي، وهناك يعني ممكن يتحول إلى مرحلة استسقاء، ممكن يصير عنده مضاعفات من مضاعفات التليف. غير كذا الغذاء يكون زي ما تفضلوا الأساتذة، يكون الغذاء الصحي المنتظم اللي فيه الفواكه والخضروات والألياف وتقليل الدهون. بالنسبة للسؤال الثاني دكتور فيصل على الموضوع الصيام، فإحنا عادة مريض الكبد يقدر يصوم، ما في أي مشكلة من الصيام. إحنا فقط عندنا مشكلة عندما يكون مرض التليف وصل لمرحلة متقدمة، تمام، ويصير في مضاعفات من التليف مثل الاستسقاء، وممكن معاها يصير في ضمور في الكلى لا سمح الله، أو في مشكلة مع أخذ أدوية الاستسقاء ويصير المريض عنده قابلية أن يصير عنده جفاف. فهنا يجب أنه يستشير الطبيب المعالج قبل عملية الصيام. لكن أمراض التليف المزمنة الكبد المزمنة اللي ما وصلت لمرحلة التليف، أو حتى بعض المرات بداية التليف الكبد لكنه منتظم من غير مضاعفات، ما هيكون عليه ضرر أبدا في حكاية الصيام. بس مثل ما تفضلوا الأخوان، يعني أنه يكون طبعا الصيام بالغذاء الصحي، يعني ما أكيد الواحد يصوم وما يكثر من شرب الماء أثناء الإفطار، وما يستخدم التغذية السليمة من ناحية الألياف وتقليل الدهون، بعض المرات تقسيم الوجبات أفضل، راح يتعب حتى لو أنه مو مريض، يعني مو ما بالك إذا كان مريض بالكبد. طيب خلينا ناخذ الدكتور يوسف، دكتور ماجد، الغذاء لمرضى الكرونس والقولون التقرحي، مرضى الامعاء القولون، التهابات القولون المزمنه، هل في غذاء معين تنصحوا به؟ والله بشكل عام يعني طبعا لازم نفرق بين الاثنين، لانه في بعض الاحيان الكرونز نوعية الغذاء فيه قد تكون شوية حساسة أكثر عن القولون التقرحي، لأنه هناك احتمالية وجود مضاعفات أكثر في الجهاز الهضمي، منها مثلا لو تحدثنا أنه قد يكون في تضيق في الأمعاء، قد يكون في ناسور، قد يكون زيادة في نسبة البكتيريا، قد يكون في قلة في الامتصاص نتيجة هذه المضاعفات النواصير الداخلية وما إلى ذلك. تأثيره على الـ على الـ على الـ على الـ الـ الناحية ناحية التغذية بشكل عام قد يكون أقوى شوية من القولون التقرحي. فخلينا نأخذ السهل الأول. بالنسبة للقولون التقرحي، يعني ليس هناك نظام محدد معين أنا كطبيب أقول للمريض إنه هذه الحاجات تبتعد عنها وهذه الحاجات ما تبتعد عنها. أقول له بشكل عام كل أكلك الطبيعي طالما ما بتلاحظ أنه في أي مشاكل، لأنه ما في إثبات علمي معين يقول والله مرضى القولون التقرحي لابد أن يبتعدوا عن الأكلات هذه كلها. في بعض الدراسات قالت أنه في حالات لما يكون في التهاب القولون التقرحي في حالاته الحادة أنه قد يصير عند المرضى بعض الأحيان تحسس من الحليب ومشتقات الحليب وحاجات زي كده، ولكن هذا كلام ما هو يعني شيء موثق علميا 100%. إذا المريض بيقدر يأكل أكله الطبيعي فيمارس حياته بشكل، يمكن تيجي المشكلة أكثر في الكرونز، لأنه في الكرونز كل حالة بتدرس على حدة بالمعطيات اللي فيها، بحالة المرض بشدته، بنسبة الأمعاء اللي فيها
involvement في الجهاز الهضمي بالمضاعفات اللي موجودة. فمثلاً عشان بس أدي مثال بسيط كده، المرضى اللي عندهم تضيق في الأمعاء ننصح إنه هم يبتعدوا عن الألياف ويقللوا من الألياف ويكون الأكل موضوع. في بعض الأحيان نضطر نقول للمريض حتى إنه معظم أكلك لابد يكون في مطحون وكذا، إنه قد يكون عندهم تضيق شديد، وهذولا تفادياً إنه تصير عنده انسداد في الأمعاء ولو جزئي وكذا، إنه لابد إنه يراقب ما بين الأكل اللي بيأكله هذا الكلام. المرضى اللي ما عندهم مضاعفات، مرضى كرونز عادي بياخذ الأدوية حقته، حالته مستتبة ما عنده أي مشاكل، برضو يعني لو دخلنا في 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 الحالة العامة في الدي تو دي لايف، أنا ما أعتقد إنه برضو هناك لستة أطعمة مسموحة ولستة أطعمة ممنوعة. معظم الحاجات هذه إثباتاتها العلمية كانت للناس اللي عندهم حالات متقدمة اضطرهم انهم يدخلوا المستشفى. بعض انواع التغذية اللي بتعطى في المستشفى بتساعد على تحسن الالتهابات وكده بشكل عام، لكن الشكل العام والمنظومة العامة انه في طبعا عشان ما يفهموني بعض الاخوان كمان انه ما في لا في دراسات كثيرة اتعملت بشكل، لو اخذنا بشكل عام عشان ما نخش في تفاصيل دقيقة، انه الالياف الأكل اللي فيه محتوي على ألياف أكثر للإنسان اللي يقدر يأخذ الألياف يفضل عن الأكل اللي فيه دهون أكثر بالنسبة للناس اللي عندهم الأمراض الأمعاء الالتهابية بشكل عام. كده دكتور ماجد يضيف تفضل حاجة. أتفق كلياً مع البروف يوسف، حقيقة اللي يسوءنا بعض الأحيان يعني يجيك شخص ومن طبيب آخر ولا من ممارس آخر ويقول والله أنا محروم من 1 2 3 4. التغذية جزء من بهجة الحياة ومن متع الحياة، برضو التغذية مضرورية بالنسبة للناس اللي عندهم سوء تغذية. يعني ليس من الغريب أنك تشوف واحد ولا أول ما يصاب بالمرض ينقص وزنه، يبدأ يتحاشى وجبات وأكلات معينة ويبعد عن وجبات، وبعدين لما يبدأ الدواء ويطيب ما زال التخوف ذا موجود، فيقول لا والله أبعد عن هذا، ما أكل ذا ولا وما أبغى أكل ذا، أخاف من الألم. فالتوازن مطلوب. هل في تغذية قطعية أن نقول والله شخص كل هذا أو لا تأكل هذا؟ حقيقة لا. وثنى على كلام الظروف، إذا ما قال لك طبيبك والله يبتعد عن الألياف لأن عندك مشكلة تضيق، بالعكس قد تكون من أفضل أنواع التغذية صراحة كصحة عامة الورقيات والتغذية النباتية العالية الجيدة، لها قيمة غذائية عالية وليس لها مضار على المدى البعيد. بس في بالفعل بعض الناس يحتاجون نظام غذائي مقنن، هذا كل حالة بحالة ولا يعمم على الناس ككل. تمام. التغذية النباتية، إيش تقصد بالتغذية النباتية دكتور ماجد؟ الحين صار موضة الفيجن، هذه الحين دخلوا في موجة الفيجنز ودخلوا في موضة الفيجيتير، كانوا فيجيتيريين في البداية والآن صاروا فيجن. للأسف الدراسات التغذية بشكل عام تعتبر من أضعف أنواع الدراسات، يعني لا تستطيع أن تتعول عليها كثير، وأصبحت عقيدة أكثر من أنها علم، يعني صارت كأنها ديانة. لا ضرر منها. مشكلة التغذية النباتية الصرفة اللي ما يأخذون اللحوم حمراء تجد فيهم نقص فيتامين B12، وهذه تلقاها في الهند كثير لما يتناولون اللحوم، فلها مضاعفاتها. التوازن في الأمور بشكل عام جيد. التغذية الصحية عادة نقول والله حصة من اللحم من البروتين الحيواني مرتين في الأسبوع قد تكون أقل ما يقال لأنك تحتاج لها، بتكون تغذية متوازنة يعني لا إفراط ولا تفريط. التناول اللحوم بشكل مفرط غير جيد، ولكن التفريط فيها الابتعاد عنها لها مضارها. من ناحية التغذية وأفضل الدراسات يمكن قال والله تغذية الحوض البحر الأبيض المتوسط، الإخوان مثلا في الشام، الإخوان في تركيا تغذيتهم جيدة بشكل عام، تعتمد على الزيوت النباتية زي زيت الزيتون، تعتمد على أسماك كثير فيها لحوم حمراء ولكن ليس فيها إفراط، تجد صحتهم جيدة ويعمرون لأعمار طويلة جدا. هذه يمكن أفضل نوع من نمط التغذية بشكل عام، يعني مو غذاء محدد ولكن نمط تغذية بشكل عام أفضل ما يقال للناس الالتزام به. بروف يوسف، حتى هذا الشيء أثبت حتى في الأمراض الأمعاء الالتهابية كذلك، يعني بس أثني عن نفس الكلام أنه حتى مو بشكل عام، حتى لمرضى الأمعاء الالتهابية وجدوا أنه الأكل النظام الغذائي حق البحر الأبيض المتوسط
يعتبر جيد جدا في حالات. دكتور فيصل، انا شايف عندك تعليق على الموضوع ده للمرضى الكبد كمان. والله هو طبعا يعني احب ان اضيف انه احدى الامراض اللي هتكون يعني شائعه جدا ويعتبر المرض الاول الان في الكبد بعد الفيروسات هو مرض دهون الكبد. واعتقد انه نظام الغذاء اللي هو مثل ما تفضل عليه الدكتور ماجد وعقب عليه الدكتور بروف انه يعتمد على زيت الزيتون ومحاوله تخفيف الدهون، وجد ايضا له فائده في حكايه دهون الكبد. احنا لا يوجد عندنا علاج لدهون الكبد الان حاليا ولا التهاب الكبد الدهني. ننتظر بعض الدراسات التي صار لها الآن يمكن حوالي سنتين وراح تنتج الآن ببعض العقاقير اللي ممكن تفيد. نعتمد على محاولة علاج بعض عوامل التي تساعد على ترسب الدهون في الكبد مثل السكر، ارتفاع الدهون في جسم الإنسان، زيادة الوزن، وهذه بالرياضة والحمية. ولكن هناك بعض أنه هو القهوة الأمريكية الميديترينيان دايت لها أيضا دور في موضوع إذابة الدهون. وهو طبعا يعني أعتقد أنه هو يعني نمط غذاء صحي لحتى الأمراض الأخرى، ولكن ما ارتبطت بدراسات أكثر من أنها درست في مرض التهاب الكبد الدهني. طيب، يعني إحنا الآن كأنه خلاصة الكلام اللي بيذكر الأطباء أنه واقصد في مشيك، طيب اعتدال دائما مطلوب، وحاول تكثر من الخضروات والورقيات الخضراء في غذائك، وتحاول تقلل من كمية اللحوم لأنها هي جيدة للكبد، جيدة للأمعاء، جيدة للقولون التقرحي، جيدة للقولون العصبي، في جميع الأشكال جيدة. ما في غذاء معين ننصح بالابتعاد عنه تماما، لازم تكون طبيب نفسك في موضوع الغذاء. خلينا ناخذ شوية بعد آخر واسألكم على المكملات الغذائية. بدأت تطرح أسئلة كثيرة على البروتينات والبروبيوتيك، فدكتور يوسف تجاوبنا على البروتينات والدكتور ماجد على البروبيوتيك. أنا بشكل عام إذا كان الإنسان مستصح وصحته العامة جيدة ولا يشكو من أمراض معينة، يمكن هنا النقطة هذه يقدر يعني يمكن يوضحها أكثر أخي الدكتور فيصل بالخيل. الإنسان المستصح اللي بيمارس الرياضة ويحتاج إلى كمية بروتين زيادة ويأخذ بروتين سابليمنتس، ما نقول له لا، ما عندنا مشكلة فيها. ماني طبعا برضو ما أعتبر نفس الخبير في هذا الموضوع، لكن بشكل عام ما عندي أي تحفظات. إذا كانت هناك بعض الأمراض الصحية يمكن أكثرها برضو إحنا في الجهاز الهضمي بشكل عام ما أذكر إنه في عندنا الأمراض الكثيرة نقول المريض فيها لابد إنك تبتعد عن البروتين. يمكن يهم أخواننا أكثر في تخصص الكبد، يمكن يقدر يفتينا فيها الدكتور فيصل. بشكل عام ما عندي تحفظات كثيرة الحقيقة على أخذ البروتين، حسب كمان النشاط، يعني إذا الإنسان بيعمل رياضة أكثر ويحتاج بروتين فليش لا. طب هي يفيد حقينا الكرونز والتقرحي؟ هل له فائدة؟ ما في فائدة إضافية لهم نعرفها عن البروتينات، لكن ما عندنا شيء يمنع ضدها. بمعنى آخر دكتور فيصل، ليش رأيك في البروتينات للكبد؟ مثل ما تفضل بروف، يعني البروتينات ما فيها أي ضرر، لكن ما في شيء يعني يقول مثلا مريض الكبد اللي يعاني من تليف ياخذ بروتين راح يعوض مسألة البروتين، فهي مسألة داخلية بالنسبة لفقد نفس العضو الكبد لإفراز البروتين الداخلي. احنا في حالات معينة فقط، وهذه حالات يعني تكون حالات حادة جدا، المريض يكون منوم في المستشفى بسبب يعني زيادة من المضاعفات حقت التليف اللي أثر على الكلى، وهناك استسقاء لما نعطي إحنا بروتين في الدم. أما المكملات من ناحية البروتين اللي يأخذوها الناس اللي طبعا يعملوا رياضة وما فيها أي ضرر. طبعا أنا بس أحب أنبه إنه في بعض المرات كثير يحدث إنه في شوية لخبطة ما بين بروتينات وما بين بعض الأدوية الأخرى أو بعض الأشياء اللي تأخذ في الجيم وفي مراحل الرياضة. يأخذوا بعض الأشياء اللي لها علاقة بالكورتيزون أو بعض الأشياء اللي تكون مع الأمينو أسيدز هذه،
ونأتي بمشكلة في الكبد، إنه هل ممكن تأثر على الكبد؟ نعم، هذه إذا صار فيه لخبطة ما بين بروتين وأشياء أخرى مع الرياضة، وخاصة الشيء فيها كورتيزون، ممكن تؤدي إلى فشل كبدي حاد، وشفنا حالات من الفشل الكبدي كان لها علاقة بأخذ هذه المكملات في مرحلة الناس اللي بيحاولوا أنهم هم يبنوا عضلات زيادة. لكن بالنسبة للمكملات كبروتين ومريض الكبد، أنه هل هذا راح يعني يسبب ضرر؟ لا، ما فيها ضرر. أنا قبل ما أنتقل لماجد على البروبيوتيك والسؤال حق الشباب، الآن في الجيل الجديد من الشبان بيستخدموا البروتينات في الجيمز والصالات الرياضية بشكل كبير جدا. أنا شخصيا لا أرى في مانع طبي، لكن ما أحبذ ذا الكلام بسبب أنه ما عندنا الخبرة الكافية والمعلومات المتوفرة أنه المضار على المدى الطويل. يعني ممكن تبني عضلات في الفترة دي، لكن ما نعرف على المدى الطويل. في إضافة من عندك بروف على الموضوع ده؟ لا لا، أوافقك الرأي. يعني ما يمكن على أي شيء عصره على المدى البعيد، ما هو واضح بالنسبة لنا إحنا بشكل عام. دكتور ماجد تفضل. لا، أثني على كلام فيصل. حقيقة يعني اللي نشوف قضية البروتينات ما عندنا تحفظ كبير عليها، معنا ما نحبها، ولكن الأشياء الأخرى اللي لقينا الناس تأخذها شيء يعني مريع. بعض الناس تأخذ أدوية سرطان ثدي، تاموكسفين، شفت ناس يأخذون تاموكسفين عشان بناء العضلات، المضادات الاستروجين غير الكورتيزون اللي يأخذونه. فتجي في قضية، مو قضية فقط المضار الصحية، حتى المزاجية تلقاهم عصبيين، المزاج حقهم أقرب للغضب من الأدوية اللي قاعدين يستهلكونها. برضو الكافيين والإفراط فيها، تلقى فيه مكملات غذائية، تلقى والله في شوية بروتين وتلقى الكافيين نسبة عالية مرة، كأنها 3 أو 4 كاسات قهوة يأخذها في ثانية، وبعدين بعد ساعتين أخذها مرة ثانية. فالبروتين كبروتين كعنصر لا ضرر منها إن شاء الله، ولكن المشكلة الحقيبة اللي تجي مع المشروع ده كله هي اللي نوعا ما مزعجة، ويبغى الواحد يدقق فيها. ولاحظت في تساهل كبير من الشباب في أخذ هذه المواد، وحتى يحصلون عليها من المستوصفات. يمكن يروح يقول له كيف تأخذ طيب الدواء هذا بالعضل، يقول له روح مستوصف آخر من المستوصف يعطيني حقنا في العضل وتمشي الأمور. فيعني واحد بس يعني حرص على هالموضوع، أنه مو بالسهولة أو بالبساطة اللي نتصورها. وفيصل يمكن أكثر واحد يمكن يشوف المضاعفات هذه من ناحية الفشل الكبدي في المستشفى عندهم، وبعض الأورام أيضا في الكبد بسبب هذه الخلطات اللي تكون موجودة مع البروتين، لأنه أنت تشوفها جاية حتى من الجي إن سي ولا من أماكن معتمدة، بس ما تكون فقط بروتين، يكون فيها بعض المكونات الأخرى، ولازم تقعد تحلل فيها وما تعرف إيش الأثر على المدى البعيد. لكن أكيد وجود الكورتيزون، وجود بعض الهرمونات، وخاصة الهرمونات والكورتيزون، لها أثر على حكاية فشل الكبد، ولها أثر على، وهذه أثبتت الدراسات، على تكون أورام في الكبد. أنا من تجربتي الشخصية في خلال 15 سنة مارس، أنا شفت حالتين شباب أخذوا بروتينات يتم تسويقها تجاريا، ترى المستمعين أنا باهم من قبل الموضوع ده، يتم تسويقها تجاريا خارج المحلات المرخصة، والاثنين شفتهم بحالة فشل كبدي خطيرة، كان يحتاج يستدعو قريب إلى الزراعة. وهذا الكلام أنا أنبه عليه، يعني إذا حتى لو تبقى تأخذ شيء خده من مكان مرخص له، رخصته الهيئة السعودية للغذاء والدواء، فحصوا العالم منتج معروف، لا تجرب ولا تكون أحد يجرب عليه. طيب خلينا نطلع من المكملات الآن، وأنا أروح لموضوع العسل. عسل للكرونز، عسل للقولون التقرحي، عسل للقولون العصبي، وعسل للكبد. طيب نبدأ بدكتور فيصل، عسل للكبد. طبعا يعني العسل احنا بالنسبه لنا هذا دائما سؤال، يعني يجي يسالك المريض انه عنده التهاب كبدي بسبب الفيروس، التهاب كبدي مزمن بسبب المرض مناعي، التهاب كبدي، يقول هل العسل مفيد وانا اخذت العسل؟ وفي بعضهم حتى يجي يقول لك انه العسل اخذه وهو اللي ودى الفيروس او خلى الفيروس غير نشط. طبعا ما في دراسه يعني تثبت انه والله العسل في مادة معينة تشفي مرض الكبد أو تليف الكبد.
كل اللي أقوله إن إحنا نعرف إن الله سبحانه وتعالى قال إنه العسل من المواد الغذائية اللي فيها شفاء للناس، ولكن إحنا نقول دائما، أنا دائما المريض يكون عنده مرض الكبد مثلا وسكر، يكون عنده أمراض أخرى، لازم إنه ينتبه إنه المسألة ما هي إفراط ولا هي أخذ العسل كعلاج، هو مادة غذائية مفيدة يجب أنك أنت تراعي أنك أنت تأخذها بانتظام. لكن هل لها علاقة ببعض أمراض الكبد أو بتليف الكبد وهي تشفي الموضوع أو لها؟ لا، ما في أي شيء من هذا مثبت يعني. طيب دكتور ماجد، أنا نسيتك على البروبيوتيك، فحرجع لك تاني مرة على البروبيوتيك، بس خلينا نخلص. ما نسيتها. طيب نبدأ على موضوع هو ماجد، هو ماجد، هو أخي ماجد كان مبسوط كده إنك نسيت الحتة دي يا فيصل. قال لي فكري من حرج البروبيوتيك، هذا موضوع شائك وهذا، ولكن سبحان الله أنت حتى مع الصيام ما شاء الله عليك. رجع هم سألوا جمهورنا، سأل فكرونا جزاهم الله خير. طيب العسل مع القولون العصبي، خليني أنت معك قولون عصبي واروح للكرونز ولا والتقرحي مع الدكتور يوسف. طيب حقيقة كلام فيصل شامل ووافي وينطبق على القولون العصبي كما ينطبق على غيره. الشيء الوحيد العسل قد يكون فيه فركتوز عالي، فركتوز هذا السكر، النوع من السكر لما يهضم يسوي غازات، ففي ناس يتعب منه، في ناس يقول لك والله يا اخي اذا اخذت عسل بكميه معينه جاني حرقان حموضه، انت اعرف بنفسك. قضيه الاستهلاك العالي منه برضه ترى تعتبر سعرات حراريه، فاذا انت يعني تستهلك سعرات حراريه وتضيف اليها بعد عسل كميات كبيره، يعني تعتبر سعرات حرارية إضافية، تعتبر عبء عليك، يعني يا تحرقها يا تشوف لها صفة وتقنن غذائك تستعيض شيء عن شيء، فما ما تأخذها على عواهنها. يعني قد يكون أجيالنا وأسلافنا كانوا يكثرون من العسل، بس برضو كان الواحد يمشي في اليوم كيلوات ويطلع جبال وينزل جبال ويشتغل طول اليوم ويقول ما ضره، بالفعل ما ضره، فأدمي ما شاء الله يمشي ويحرق. إحنا الأيام هذه الأكل حقنا عسل، واحد بس يتحرك في البيت كم متر وبع الحجر، بعد الآن ما عاد أحد يتحرك مرة، زيادة الوزن فيه إفراط. فقضية الإفراط في العسل كما قال فيصل يعني غير جيد حقيقة، وفي ناس يتعب منه. شفاء شفاء في حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن لا نعرف مقدار كم بكمية كم متى، الله أعلم. ولكن يأخذ بالاعتبارات قضية والله هل آدمي عنده مرض سكري، هل آدمي عنده والله مشاكل صحية أخرى تحد من استخدامه، يعني يراعى في هذه الأمور. طيب دكتور يوسف، العسل مع القولون التقرحي والكرون؟ نفس الكلام. إحنا دائما إحنا كأطباء مفروض يكون يعني دائما لما ندي أدلة على شيء يكون مبني على دليل علمي. الآن أول شيء، مين إحنا حتى نفتي في شيء قال الله وقال الرسول؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني هنا زي ما تفضل الدكتور ماجد، ما هي الكمية، متى، إيش هي الأمراض، هذه كلها الله سبحانه وتعالى قال فيه شفاء، فإحنا لا نفتي. نقول لما يجيني مريض يقول لي دكتور هو طيب للشيء الفلاني، أقوم أنا جوابي هو ده، مين أنا حتى أقول لك إيه وينفع ما ينفع. لكن لو جيت سألتني قلت لي هل في إثبات علمي، تجربة علمية أجريت على مرضى، زي ما احنا ناخذ الدراسات العلميه، مرضى اخذوا مرضى ما اخذوا، وجينا بعد فتره ولقينا انه اللي اخذوا صار، لا يوجد، لا توجد دراسه علميه على هذا الموضوع. فنرجع لنفس النقطه، اذا اخذت العسل وارتحت بالعافيه، واذا اخذته وتعبك بلاشي. لكن وافق الدكتور ماجد 100%، الافراط في هذا الشيء لانه في الاخير هو سكريات وكذا، الافراط فيه ما اعتقد انه فكره جيده. ملعقة، واحد يقول لك أنا في اليوم أصحى وأخذ لي، متعود كده يا دكتور أخذ لي نص ملعقة عسل كل يوم، فيها مشكلة يا أخي؟ بالعافية، ما في، بالعكس ما فيها أي مشكلة، وقد إن شاء الله على نيتك، إن شاء الله بنية الشفاء إنه قد الله يشفيك كده. لكن علميا لا يوجد، عشان بس نكون جوابنا صحيح. طيب ماجد، أرجع لك للبروبيوتيك. البروبيوتيك للقولون التقرحي والبروبيوتيك للقولون العصبي، وحسيب عندك عشان ننتقل للمواضيع الثانية. طيب طيب لا إله إلا الله، بسم الله. يا أخي الحقيقة الآن يمكن خلال الخمسة والعشر سنوات الفاتت تفتقت آفاق للعلم لم نكن نعرفها.
البكتيريا اللي في الأمعاء اللي عايشة معنا لها دور كبير في صحتنا، لها دور كبير في استقلاب الفيتامينات وفي تغذيتنا، هي تتعايش معنا ونحن نتعايش معها، وكل ما يعني تنفتح آفاق غريبة لها علاقة بزيادة الوزن، لها علاقة بالمزاج، لها علاقة بالقولون العصبي، لها علاقة بالقولون التقرحي، بل من نظريات الكرونز والقولون التقرحي لها علاقة بالبكتيريا اللي في الأمعاء وتفاعل الجسم معها بطريقة غير طبيعية. فهذا بحر وما زلنا نكتشفه يعني نشوف يعني عمقه وتشوف من عجائبه الكثير، يعني تشوف الدراسات تقول سبحان الله كيف جعل في يعني قوته في أضعف خلقه، بكتيريا بسيطة لها هالأدوار كبيرة في حياتنا ولا كنا نعيرها اعتبار كبير. لها دور واضح جدا في ناحية مثلا المضادات الحيوية، المضادات الحيوية مع أنها تقضي على البكتيريا الضارة، ولكن أيضا كلاترال دامج كإصابات جانبية غير متوقعة تضر بالتركيبة البكتيريا اللي في الأمعاء وتجيب أعراض جانبية في التهابات أمعاء تنتج من استخدام المضادات الحيوية وفقدان الاتزان الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء سيدوفيسيلكولايتس. فهذه نعالجها بمضادات حيوية أخرى. الناس اللي عندهم القولون التقرحي والكرونز مع الأدوية حقتهم تتغير تركيبة البكتيريا في الأمعاء. نعم، تجي قضية الآن هل نتدخل فيها ونعدلها؟ هذه فكرة البريبيوتكس أو البروبيوتكس، يعني المحفزة للبكتيريا معينة أو أنها نوع من البكتيريا تزرعها في الأمعاء. أكثر أنواع البكتيريا درست يمكن اللاكتوباسيلس، هذه واحدة من البكتيريا الخلطات اللي تعطى للناس، وفي دراسات كثيرة أنها تفيد الناس اللي عندهم قولون عصبي. في دراسات مثلا اللي ياخذون البريبيوتكس مع المضادات الحيوية، مشاكل اللي تجي الناس بعد المضادات الحيوية تخف. يعني مثلا إذا كنت تتوقع مثلا من كل 100 40 بيجيهم إسهال من المضاد الحيوي، مع البروبيوتكس يصيرون 20، فتخفف الأعراض الجانبية للمضادات الحيوية. هل تعالج القولون التقرحي والكرونز؟ لا أعتقد أن في أي دراسة إلى الآن تقول والله إذا تعدلت التركيبة أو عرفنا التركيبة المعينة. يجي البريبيوتكس اللي موجودة في السوق، هذه لا تعتبر عقاقير للأسف، فلا تجرى عليها دراسات محكمة، فما نعرف كل واحد ممكن يعني كلنا يدعي وصلا لليلة ويقول والله الخلطة حقتي أفضل خلطة، وهي خلطات وحقيقة أشبه ما يكون بخلطات البهارات، بهارات بيتزا، بهارات مرقوق، بهارات كل واحدة عبارة عن خليط من البكتيريا مختلفة بنسب متفاوتة وتركيبات متفاوتة أنواع مختلفة، فصعب أنك تحكم تقول والله هذه تنفع في شخص ولا تنفع في الآخر. بشكل عام ليس لها ضرر، قد يكون لها منافع في مناحي معينة، مثلا الناس اللي عندهم التهابات متكررة من السيدف كولايتس أو الناس اللي تأخذ مضادات حيوية لأسباب أخرى قد يكون لها دور، ولكن كأدوار علاجية لأمراض لا أعلم أنها تستخدم كعلاج إلى الآن، ولكن المستقبل ينبئ أن سيكون لها دور كبير في التداوي، والله أعلم. أنا بس بدي أشكر، I want to thank Miss Alison Ruthenbaum. She joins us from the States as a patient support group, and she's interested to see our activities. So thank you, Alison, and thank you for your support. هذه واحدة اسمها أليسون تشاركنا ترى من أمريكا وتخش على الويبينار I know her. By the way, I want to welcome her as well on my side. I know her very well. She's a very strong support and asset to a lot of patients, not only in the States but all around the world. And I take a lot of her advices on that as well. Thank you, Alison, for joining us. طيب. أنا أرجع تاني لموضوع البروبيوتيك بروف يوسف. البروبيوتيك طب هدول مرضى الكرونز والقولون التقرحي كثير منهم يأخذ أدوية مثبطات مناعة، ما نخشى من موضوع البكتيريا دي نعطيهم بكتيريا؟ هو مفروض أن نوعية البكتيريا اللي عادة بتسبب مشاكل نتيجة نقص المناعة تختلف عن نوعيات البكتيريا اللي إحنا بناخدها كبروبيوتيكس وكده، فيما عدا انه في نوع معين اللي هو نسميه كلوستريديوم ديفيسيل، هذه واحده من البكتيريا اللي هي نعتبرها هي موجوده عندنا وتحت ظروف معينه نتيجه قله التوازن ما بين البكتيريا الموجوده عندنا في الامعاء نتيجه اخذ بعض المضادات زي ما شرح الدكتور ماجد، يبدا تصير تزيد وتبدا تعمل لي المشكله وتعمل التهابات وكذا. لكن
بشكل عام في بعض حالات من الالتهابات، حتى في الالتهابات المعية جربت بعض البروبيوتكس، ولكن برضها علميا لم تثبت فعالية جيدة. الحقيقة بالعكس، النتائج السلبية عليها كانت أكثر من النتائج اللي أدت إيجابية وفعالية واستجابة للمرض من ناحية كعلاج يعني. هذه طبعا يختلف عن الكلام اللي كان بيتكلم عن الدكتور ماجد عن موضوع نظرية البالانس حقت أسباب الأمراض ومش عارف إيه. بس أنا أتكلم من الناحية العلاجية زي ما تفضل، ما في شيء مثبت علميا إن هي نقدر نقول والله يحبذ إنها تؤخذ في عند الناس اللي عندهم قولون تقرحي أو كرونز أو شيء، لأنها بالفعل تعمل فرق وكذا. في دراسات متواضعة قالت إنه في تحسن، زي ما تكلمنا في البداية عن موضوع الهايبرباريك أكسجين وكذا. هناك علاجات أفضل بكثير من إننا ندي بروبيوتكس وكذا. وبرضو أنا لما يجيني مريض ويسألني يقول لي دكتور أنا بأخذ البروبيوتكس هذه بس أنا مرتاح وعاجبني وما عندي انتفاخات وكذا، دكتور تمنعني إن أنا أخذها؟ أقول له لا، أخذها بس فقط فترة كمان وعلى طول، فأخذها فترة شهرين ثلاثة وبعدين حاول إنك توقفها، بلاش إنه تستمر عليها فترة طويلة. والله رحمه. فيصل، الكبد والبروبيوتك. والله في الحقيقة يعني الموضوع هذا بالنسبة للكبد شوية يمكن يكون ما هو موثق بدراسات قوية. طبعا النقطة اللي قالها دكتور ماجد في الأول اللي هي حيث البكتيريا في الجهاز الهضمي، وكيف أنه إحنا فعلا من دراسة لدراسة قاعد نكتشف أنه لها دور كبير وفي أشياء كثيرة بالنسبة للجهاز الهضمي، أيضا وصلت إلى موضوع استقرار حالة الكبد أيضا، وفي بعض الدراسات ربطت بين هذه البكتيريا أيضا وبعض الأمراض، وخاصة في يعني الأمراض اللي لها علاقة أيضا بالقنوات الصفراوية وبعض الأمراض حتى بالنسبة لدهون الكبد. يعني نرى أنه في بعض الدراسات الآن بالنسبة لدهون الكبد أيضا ربطت ما بين هناك في حلقة وتذري عليها الأبحاث ما بين البكتيريا في جسم الجهاز الهضمي وأيضا مرض الكبد، ولكن ما في أي نوع من الربط العلاجي ما بين البروبيوبتيك وأمراض الكبد المزمنة، سواء كان أمراض فيروسية مناعية للكبد أو تليف الكبد. طيب شاء سؤالي إنه هالمحاضرة مسجلة إن شاء الله هحاول أنزلها بعدين وأحطها في قناة اليوتيوب عندي، اللي بيشوفها حتلاقوا في مع فيديوهات كثيرة عن أمراض الجهاز الهضمي من برعاية الجمعية السعودية. طيب هاخد السؤال، تحاليل الأغذية في مراكز خاصة تقول لك تعال نسوي لك تحاليل يقول لك الأكل الناسبك ولا لا. أول شيء هتكلم على حساسية القمح لأنه هذا مرض معروف يعني، وبعدين أباك دكتور قاري تكلمنا برضو على حساسية اللاكتوز أو عدم تحمل اللاكتوز، و بعدين دكتور ماجد حيكلمنا على التفاصيل التجارية لاختبارات الأكل. دكتور حارس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لللاكتوز اللي هو حساسية اللاكتوز وحساسية القمح، كلا المرضين يعني هذين ما يعتبر من الأمراض اللي هي نادرة جداً. يعني لو أخذنا كنسبة أدينا نسبة تقريبا عندنا في المملكة العربية السعودية السيلياك في حوالي 3% 4% 2 يتراوح ما بين 2 إلى 4 إلى 5% تقريبا نسبة وجوده عند الناس، وهذا بشكل مبسط كده عبارة عن حساسية لمادة اسمها الجلوتين وموجودة في القمح ومشتقات القمح، وبالتالي لو الإنسان أكل الأكلات اللي فيها القمح ومشتقاته أو الأغذية اللي فيها مادة الجلوتين هذه بيصير في تآكل في الشعيرات اللي في الأمعاء الدقيقة المسؤولة عن امتصاص المواد، وبالتالي يصير عنده نقص في بعض مكونات التغذية كالحديد وأمور أخرى. أحياناً إحنا نكتشف الحالات هذه بتيجي كأعراض كده ما هي واضحة جدا، ولكن مع التاريخ المرضي والتعمق في التاريخ المرضي مع المريض وكذا وهذا بنقدر نكتشف بعض الحالات هذه. وكل اللي نقوله للمريض هذا ابتعد عن القمح والحاجات اللي مشتقة من القمح، وبالذات كمان بعض المعلبات وبعض الأغذية اللي هي فيها مادة
الجلوتين، وهذه حاجة موجودة والآن ولله الحمد حتى عندنا في المملكة صار في وعي كبير. الجمعية السعودية كان لها دور كبير جدا، وانت يا دكتور فيصل واحد من الأشخاص اللي يعني نشكرهم في هذا الموضوع، عملتوا أعمال كبيرة جدا توعوية للناس بخصوص هذا الموضوع وموجودة، وصارت حتى نتيجة لذلك السوبر ماركتات والمحلات هذه بدأت تأخذ الموضوع هذا بنوع من الجدية الآن، وفي سكشنز معينة في السوبر ماركت للمرضى اللي زي كده. علاج سهل، نقول للمريض ابتعد عن القمح ومشتقات القمح والحاجات اللي فيها جلوتين، ويتحسن المريض ونتابعه بتحليل في الدم بشكل في متابعة. في البداية نحتاج نعمل منظار عشان نشخص المرض أو نؤكد تشخيصه. اللاكتوز انتوليرانس هو يدي أعراض مشابهة نتيجة حساسية للسكر اللاكتيز اللي موجود في الحليب ومشتقات الحليب، وفي يكون في نقص في هذا الإنزيم في الأمعاء الدقيقة. لما الإنسان يستهلك الحليب ومشتقات الحليب تبدأ تصير عنده مجموعة أعراض، منها أحيانا انتفاخ، تطبل، إسهال، حاجات زي كده. هذه لها تحاليل معينة نعملها، إذا شك فيها الطبيب يطلب من المريض أن يعمل تحاليل معينة، معظمها الحساسة منها هي عن طريق النفس أو البريث تيست، ولكن في بعض المراكز الآن أو بعض المعامل بدأت تعمل حاجة تحليل كده بسيط بيتعمل عن طريق البريك تيست، ما أدري حساسة قد إيش. أنا في طبيعة عملي أقول للمريض أفضل تجربة أو أفضل طريقة لتشخيص اللاكتوز انتولرنس، لأنه التحليل حقه صعبة شوية، هو أنك تبتعد عن الحليب ومشتقات الحليب لفترة أسبوعين وتراقب نفسك وتشوف كيف الأعراض عندك بتصير. إذا حسيت أنه بفعل هناك تحسن فالاحتمالية أن يكون عندك هذا المرض وارد، وبالتالي نبدا مع يعني طريقه العلاج او كيف حنعالجه على المدى البعيد، وهل بالفعل يحتاج الى تاكيد لهذا التشخيص ولا لا حسب الحاله بشكل عام. هذا باختصار يعني على الموضوعين هذول، موجودين عندنا بنشوفهم في بنشخص هذه الحالات ولكن بشكل نادر ما هو بشكل كبير، وتحتاج الى متابعه. كلام بديع يا بروف قاري. هو ترى يعني انت لازم ننبه المرضى، ترى شوف تداخل الاعراض بين القولون العصبي وحساسيه القمح وعدم تحمل اللاكتوز واحيانا مع الكرونز، ترى يعني المريض ممكن يكون عنده كذا شيء في نفس الوقت، او ممكن ما يكون عنده ولا حاجه من دول كلهم، يكون بس موضوع قولون عصبي. صحيح. واحنا ما نعرف ترى كطبيب، انت لازم الطبيب يسمع منك وياخذ تفاصيل التاريخ المرضي، لانه هي تتشابه بشكل كبير جدا، وأحياناً يعرضك الطبيب للتجربة يقول لك جرب، وقف طيب الحليب جرب يمكن تزبط معك، خلينا نعمل حساسية القمح تحليلها بسيط جداً، تحليل في الدم ونعرف منه على طول. قولون عصبي هو آخر واحد نوصل له في النهاية، لما نقول ترى دا ما في دا ما في دا ما في أحد، أحياناً ترى يخلينا أحياناً ترى كطبة نتأخر في تشخيص القولون التقرحي أو الكرون، لأن التقرح يعني يكون سهل أكثر لأن يكون فيه سالب دم، لكن الكورونا احيانا يكون مغص وانتفاخات في البطن، فبعض المرضى الاطباء ما يبغى يستعجل يسوي منظار لكل المرضى، يبغى يتاكد انه ما في، احيانا نسوي تحليل الكالبروتكتين في البراز عشان يعطينا فكره، لكنه ما هو 100%، ما في شيء في الطب 100% يعطيني التشخيص من اول ما تخش الباب، لازم ابحث في محصله الافكار عندي واجمع المعلومات واحاول اوصل للتشخيص المناسب. طيب دكتور ماجد، تحاليل التغذيه، أنا أكثر شيء مبسوط منك فيه اليوم يا فيصل إنه بتديني الأسئلة السهلة وبتدي الأسئلة وهذا الحقيقة هو العدل بعينه، لأنه إحنا الجيل القديم نفهم في القديم، لكن الشباب ما شاء الله اللي هم عميقين في هذه المواضيع وبيحاربوا فيها هم اللي أدروا فيها هم اللي يفهمون فيها. تفضل يا دكتور، بركتك والله برب، بركتك والله. لا والله عليك. لا والله والله جد انا مبسوط. حقيقة هذه من الأشياء اللي تسوءني جدا جدا جدا، اللي تشوف لما يدخل عليك مريض بدفتر كبير يقول أنا ما أكل فراولة، ما أكل ما أكل ما أكل ما أكل عشان التحليل هذا قال، وتسأل المبلغ مو برخيص بالآلاف، ويعتبرون القرآن منزل، الرجل حرم نفسه من أكلات كثيرة لأن تحليل الوثيقة هذه اللي جت من ألمانيا، ما أدري جت من سويسرا، ما أدري جت مختبر في مكان ما، تقول إنه ما يصح يأكل هالأكل. حساسية الأكل من أصعب الأشياء تشخيصياً، لأن ليس لها تحليل. غير حساسية القمح اللي تعتبر مرض،
غير عدم تحمل اللاكتوز وسكر اللبن يعتبر نوعا ما معروف ومربوط وله اختبارات معينة، حساسية الأكل صعب أنك تشخصها. عادة يجيك الوصف يقول لك يا أخي يا تكون حساسية كاملة شديدة شنيعة وجزء منها الجهاز الهضمي، زي يقول لك والله يا أخي أنا عندي حساسية من الروبيان أو من الفول السوداني، يأخذ ينتفخ الفم يختنق الواحد يجي طفح في الجلد، هذه حساسية كاملة، ويجي معها غثيان وإسهال ومغص في البطن كجزء من المنظومة ككل. فالرجل عنده تحسس كامل من أكل معين، أو حساسية خاصة بالجهاز الهضمي تكون مبسطة في الجهاز الهضمي. وهذا لما يقول لك واحد الشخص والله يا أخي أنا أتحسس من الموز من المانجا، تأخذ من التاريخ المرضي، يقول لك أنا إذا أكلت الشيء لساني ينتفخ، شفايفي تنتفخ، عندي حكة في حلقي، يبدي يجيني مغص، اضطراب في الإخراج من الأكل هذا إذا أكلته، امتنعت عنه ما جاني شيء، أكلته مرة ثانية جاني. ارتباطه بتحليل الدم أو الراست تست جدا 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 ضعيف، فالاختبارات الدم جدا ضعيفة بالتنبؤ بالحساسية، فممكن سهل جدا والله يقول والله المسودة هذه يطلع فيها حساسية من فراولة وتأكل سطر الفراولة ما راح يجيك ولا حاجة، مو بغريب لأن التحليل هذه ضعيفة تنبؤيا. وتجيك بعدين اختبارات الجلد اللي وترين يحط لك على اليد، بين يحط لك خطوط شخوط وقاعد يخرج فيها، هذه لها دور قد يكون في الربو أو حساسية الشعب الهوائية، ولكن في نوعية الحساسية الجهاز الهضمي ليس لها أي دور. حساسية الطعام في الجهاز الهضمي تعتمد بشكل كبير جدا 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 على التاريخ المرضي ووصف المريض للأعراض اللي يحس فيها وارتباطها بأكل معين. غير كذا صراحة المبالغ اللي تصرف على، وهذا يجي معها برضو الشعر والزنك والرصاص اللي ما أدري وين، كلها عبارة عن استنزاف أموال لا أعتقد أنه أي ارتباط علمي واضح حسب علمي أنا. أنا بس شاركت معاكم مستمعين الكرام ملف جميل عملته وزارة الصحة عن دليل صحتك في رمضان، أنا أنصحكم بالاطلاع عليه صراحة، جميل الكتيب وتقدروا تستفيدوا منه بإذن الله. يا خالد ما حد حينصحك أنك تدخن، ما في دكتور حيجي يقول لك روح دخن، هذا السؤال أنه الجمهور عندنا يقول لنا نبغى ندخن، ولا حتى لو كنت مدخن سابق. التدخين مشاكله أكثر بكثير من الفوائد فيه، صح يمكن التدخين شوية له أثر على القولون التقرحي وشوية في استجابة بسيطة منه، لكن ترى يثير الكرون ويهيج الكرون، فابتعد عن التدخين بشكل عام لأنه سيء للغاية. دكتور يوسف عندك تعليق؟ بس أحبب أنه أثني على موضوع الكرونز وعلاقته بالتدخين. يمكن لو أنا أحد جاء سألني قال لي ما هو المرض الوحيد اللي أنت تعتقد أنه لا يمكن أنه يتحسن إذا المريض استمر في التدخين، فحيكون في الحالة هذه الكرونز بشكل عام. حتى الناس اللي، وهذا مثبت جدا وبشكل علاقة قوية جدا، لدرجة أنه حتى ما قبل إجراء بعض العمليات المعقدة لمرضى الكرونز في الأسبوعين الثلاثة اللي قبل العملية لو وقف فيها التدخين المريض نتائج العملية تكون أفضل وكذا، فما بالك عاد بالمرض نفسه. علاقة غير طبيعية، وأنا معظم مرضاي أقول لهم بالذات اللي عندهم كرونز ويدخنوا أقول له أختار واحد من اثنين، يا دخان يا لمعة حقتك. كلام كبير. طيب أنا يمكن أسأل سؤال شوية نطلع من الكرونز والقولون التقرحي ونسأل عن جرثومة المعدة. الأخت أمل تسأل عن جرثومة المعدة، فحص البراز كان سلبي لكن تحليل الدم موجب، إيش تتكلموا عنه ده؟ هذا الحين دكتور يوسف هذا حيرجع لك السؤال مو لماجد ده. جرثومة المعدة بشكل عام إذا كان يعني تحليل الدم اللي هو بندور فيه على المضادات بشكل عام ما بنلجأ له الحقيقة كثير، حساسيته شوية أقل من البراز بتحليل البراز أو النفس بالنسبة لتحليل الجرثومة، وما ينفع كمتابعة. يعني أحيانا يجيني مريض يقول سوى تحليل دم وقالوا له أنه عنده الجرثومة، هل يعالج ولا لا؟ أسأله هل هذا أول تحليل عملته وهل أخذت علاج قبل كده ولا لا؟ إذا قال لي والله أول تحليل عملته بالفعل، برضه هو ممكن يكون
جاته الجرثومه وراحت وما عنده حاليا، وعنده بس المضادات، للمضادات هذه اللي بتيجي في الدم بتقعد. لكن عشان ما ندخله في متاهات وتعال اعمل تحليل مره ثانيه وكذا، ففي بعض وتكون عنده اعراض بتثي يعني بتزيد من احتماليه انه بالفعل قد تكون عنده الجرثومه وبنعالجه. لكن ما بعد كده هي مره واحده فقط، يعني ما اعتقد انه ما ففي مريض يجي يروح يسوي لك التحليل بعد ابشار يقول لك والله يا دكتور ما راحت الجرثومه، شوف التحليل حق الدم حقي طلع ايجابي، يقول له لا هذا مو المقياس، المقياس انك تعمل تحليل عن طريق النفس او عن طريق البول. طيب فيصل عندي سؤالين لك. اول شيء الكلوروفيل سائل، هل له فائده بطرد السموم من الجسم والكبد؟ انا ما اعرف ايش هو الكلوروفيل سائل، ف يمكن انت سامع الكلوروفيل السائل. الكلوروفيل السائل لا والله ما عندي اي معلومه عنه، هل له علاقه ما 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 في علاقه بانه هو له اي فائده بالكبد كفائده، انا ما عندي اي معلومه عنه صراحه. ما عندك اطلاع عليه في يوسف ولا ماجد عندكم عنده فكره عن الكلوروفيل السائل؟ انا ما عندي فكره حقيقه فما اقدر اجاوب عنه. طيب اللهم صل عليك رسول الله. السؤال الثاني كان عن استخدام الكورتيزون السطحي، هل له مشاكل على الكبد؟ طيب بالنسبة للكورتيزون، الكورتيزون طبعا يعني أول شيء أنت لما تستخدم الكورتيزون لأي سبب آخر أوكي له مضار للجسم نفسه، وبالنسبة للسطحي أقل امتصاصا من لو كنت مثلا تأخذ كورتيزون بسبب الربو مثلا، يعني اللي هو انهيلد كورتيزون يدخل في جسم الإنسان ويكون له مضاعفات. الكورتيزون ما له أضرار يعني بالكبد خاصة، يعني هو الكورتيزون كأي سبب لأي علاج أي مرض، سواء كان مرض في الجهاز الهضمي أو سواء كان مرض مناعي روماتيزمي أو مرض آخر، له مضاعفات معينة. المضاعفات هذه متعددة، من يعني من ارتفاع في السكر، ارتفاع في الضغط، هشاشة في العظام على المدى البعيد، فما في شيء يعني خاص بأنه يسببه للكبد. طبعا احنا قلنا انه المكملات اللي هي لها علاقه بالكورتيزون اللي لها علاقه بالعضلات اللي هي حاجه ثانيه مختلفه عن الكورتيزون، وهي الانابوليك ستيرويد، هذه اللي هي تستخدم في بناء العضلات، وهذه اللي لها مضره الى الكبد وممكن تسبب مشاكل من ناحيه فشل في الكبد او مساح اورام في الكبد. لكن الكورتيزون اللي هو يستخدم في علاج الامراض المناعيه الجلديه مثل الاكزيما، طبعا امتصاصها اقل من امتصاص مثلا الانهيلرز، وطبعا انت اذا اخذت حبوب كورتيزون لاي سبب مرض اخر، هذه لها مضاعفات متعدده، لكن ما في شيء خاص بالكبد. بالعكس الكبد يمكن بعض امراض الكبد المناعية أو مثلا بعد زراعة الكبد إحنا نستخدم الكورتيزون لتقليل المناعة من هجوم على الكبد، ففي لي استخدامات للكبد، لكن مضارها لا يوجد مضار بالنسبة للكورتيزون المستخدم لعلاج الأمراض المناعية الجلدية أو الأمراض التنفسية أو الحبوب إلى الكبد. طبعا هي جزء من منظومة مضار متعددة في جسم الإنسان. الله يعطيك العافية. طيب وطبعاً أنا بس حبيت أنبه على حاجة مهمة بالنسبة لاستخدامها بالنسبة لرمضان، يمكن ما أدري هذا النقطة يمكن أنت يمكن هتتطرق إليها بعدين، لكن لأنه في المرضى اللي هم يستخدمون الآن في زراعة الكبد، فما في أيضاً اختلاف بالنسبة لاستخدام أدوية المناعة، يعني بس هي يبغى لها ترتيب من ناحية الإفطار ومن ناحية السحور، لأنه أنت عارف الآن الزمن حول 9 ساعات إلى 10 ساعات، وفي بعض الأدوية اللي تأخذ على مرتين يمكن يعني نفصل فيها يعني بعدين إذا حبيت. ممتاز. طيب أنا حرجع لك تاني على دهون الكبد دكتور فيصل. أرجع دحين لعندي سؤال حقيقة يمكن أخذ 10 دقائق الجاية. بروف جاري، علاجات الكرون والتقرحي الجديدة،
طيب أول أو أعطينا كده نظرة شمولية على العلاجات المتوفرة الآن في الدنيا للمرضى دولة، وش واللي ماجد ياخذ التوقعات المستقبلية. طيب أبدأ بك بروف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحدث العلاجات اللي الآن طبعا أنا ما أدري إذا تعتبر حديثة، ولكن بشكل عام هي العلاجات البيولوجية. في علاجات نعرفها من أكثر من 20 سنة الآن اللي تكلمنا عنها قبل شوية، اللي هي الانفليكسيماب ومجموعة نسميها مجموعة الأنتي تي إن إف. وفي خلينا نقول في 10 سنين الأخيرة وفي 5 سنين الأخيرة في بدأت تظهر أدوية أخرى. المرضى ما شاء الله تبارك الله، أنا بعض مرضاي يتابعوني على التويتر وبعض الأحيان في السوشيال ميديا وكذا، وبنتكلم أحيانا وبيسألوني أسأل وبأجاوبهم وكذا، ففي عندهم خلفية عن بعض الأدوية دي. تشتغل بطرق مختلفة. بشكل عام في طبعا المجموعة الأخرى اللي هو دواء اسمه الفيدوليزوماب، وفي دواء جديد بعد كده طلع اللي هو الاستوكينوماب. في أدوية بدأت الآن نسميها small molecules أو jack inhibitors بتوقف عن طريق الفم، وفي بعدها small molecules، وهناك أبحاث وأبحاث وأبحاث. إحنا تقريبا سنويا بنحضر المؤتمرات العلمية ونسمع عن دواء جديد، وبدأ يدخل في حيز الفيز 1 وفيز 2 وفيز 3 ترايل، بعضها فيز 1 بعضها فيز 3. وأنا أعتقد في خلينا نقول في 10 سنوات القادمة راح نشوف تغيرات كثيرة في هذا المجال. كل ما يتعمقوا أكثر كل ما بيجدوا بعض الأدوية اللي بتشتغل بطريقة مقننة أكثر، بتشتغل بدل ما تشتغل على الجسم كله بتشتغل أكثر على الجهاز الهضمي وعلى الميكانيزم حق الالتهاب اللي بيصير، بتشتغل على نقاط معينة وبعضها يكون خاص بالجهاز الهضمي أكثر. وما في شك بتدينا وسع أو مجال أكبر في أننا نقرر إيش هو الدواء المناسب لهذه الحالة بالذات. النقطة المهمة جداً اللي لازم يفهموها المرضى، وهي اللي النقطة اللي دائماً أنا أحاول أركز عليها، مرضى الأمعاء الالتهابية هم مرضى كل واحد فيهم يمثل حالة. من الصعب جداً أنك أنت تعمم علاج معين تقول هذا للكرونز ممتاز وهذا للمش عارف ايه وهذا العلاج احسن وعلاجك افضل. قد يكون علاج هو من اوائل العلاجات زي الانفليكسيماب اللي اتكلمنا عنه يكون هو الانسب في الوقت الحالي لهذا المريض بهذه المعطيات اللي عنده، وقد يكون علاج معين دوب وطلع ويمكن حتى ما عندنا خبرة كافية فيه، ولكن في حالة المريض هذا في وضعه في دراسته انه نعتقد انه هو الفعال بشكل اكبر. فهذه نقطة الحقيقة. العلاجات كثيرة ولسه حيطلع كثير، ولكن النقطة المهمة هنا هي إنه المريض لازم يتابع مع طبيب متخصص في هذا المجال عشان يختار له الدواء المناسب. نقطة بسيطة، في تخوف كثير عند الناس غير مبرر على موضوع العلاجات البيولوجية، وأظن حكيتكم على المريضة دي اللي أنا طلبت إنها كان عندها التهاب مرة شديد في القولون واحتاجت حتى انها تتنوم في المستشفى وتاخذ كورتيزون عن طريق الوريد. رفضت هذا كله ورفضت العلاجات البيولوجيه، قالت انا اخاف من العلاجات هذه، وراحت اخذت العلاج اللي بالاكسجين المضغوط. اتحسنت شويه ولكن تحسن كان يعني لفتره بسيطه، وبعدين لي فتره ما شفتها فما اعرف ايش اللي صار. بس بشكل عام الادويه البيولوجيه ما هي سيئة، ولا يعني نسبة الأعراض الجانبية فيها من ناحية العدوى اللي هي أكثر ما تخوف الناس على المدى البعيد هي نسبة قليلة جدا. وكلنا أنا وإنت يا فيصل والدكتور فيصل والدكتور ماجد ولا يكون الدكاترة والأخوان الآخرين اللي يسمعونا، بين عندنا مرضى بالمئات بيأخذوا هذه الأدوية. وأنا الآن لي أمارس المهنة أكثر من 20 سنة وأكتب هذه الأدوية، ولله الحمد والفضل. هذا على الأقل أتكلم عن نفسي، أنا ما جاني مريض عنده عدوى سيئة جدا وسببت له مشاكل كبيرة ودخلنا في متاهات وقلنا ليش وما ليش والكلام ده. فإن شاء الله المستقبل جيد في هذا الموضوع، والدراسات العلمية يعني أكاد أقول للمرضى ما يقولوا فيه دكتور فيه أخبار فيه، أقول لهم يمكن المجال الوحيد اللي في الجهاز الهضمي اللي يمكن أخذ أكبر حجم من الدراسات العلمية والبحث العلمي
في على مستوى العالم هو الالتهابات الأمعاء الالتهابية هذه، ونسأل الله إنه إن شاء الله بإذن الله يكتشف شيء، وكل ما تقدم العلم حنجد حاجات فعالة أكثر بإذن الله. ماجد طولت عليك. تفضل. لا بالعكس كلام. لا بالعكس وتكمل الكلام البروف حقيقة وصعب إنك تزيد عليه. لما ناظر الناس بالنسبة لناحية الصناعات الدوائية والطب بشكل عام. الفترة القادمة يمكن 5 أو 10 سنوات القادمة الأدوية المناعية للميونوماديليترز هي أكبر يمكن سوق استثماري للشركات، وبالفعل سباق محموم بين الشركات يطلعون أدوية جديدة. بس طبعا فيها تحديات حقيقة. إذا وصلت في دواء فعال جدا جدا عشان طلع واحد جديد لازم يكون أحسن منه، ما ينفع إنه يشتغل شوي، لازم يكون أفضل منه. فحتى السباق بين الشركات الآن صار صعب، لأنك لازم تثبت إن دواك أفضل من غيرك، وليس فقط إنه يعمل، يعني يكون يعمل وأفضل أو أنه على الأقل بنفس الفاعلية وأأمن. وحقيقة الشروط هذه صعب الأيام هذه أنك تصلها. الأدوية اللي عندنا جدا ممتازة ومعدل أمانها جدا جدا عالي، ولكن يعني هي وحسية القمح، ويمكن حتى فيصل يأكد علينا قضية دهون الكبد الفترة القادمة هي وكبد وبائي باء، هي السباق المحموم في هذه المجالات في ناحية الأبحاث وشركات الأدوية لاستخراج عقاقير تشتغل على المجال هذا. صحيح. لا وعندي أخبار جيدة، يعني عند الآن شركات الأدوية بدأت تنتبه لنا هنا في السعودية، تيجي تعمل أبحاث عندنا. أنا شخصيا عندي في المركز تم قبولنا لدراستين عالمية على مستوى الثالث والمستوى الثاني. يعني لما نتكلم على الدراسات على المستوى الثالث معناته أنت بتخش على دراسة على مستوى العالم، ويدخل المرضى من مستوى العالم لدواء جديد هيجي، وفي دواء تاني بينزل الآن مستوى تاني. فأنت الآن في فرص كثيرة الحمد لله بتتوفر لمرضانا بإذن الله، على فوق أنه عندنا كل الأدوية. ترى يا جماعة في السعودية بفضل الله ونعمة بفضل الله ورحمته وكرمه أنه ترى الأدوية كلها متوفرة. اللي ما يسمع صوت سوي ريفرش للبراوزر. الأدوية كلها متوفرة، ما عندنا خلاف في جميع الأدوية إلى أحدثها، إلا اللهم اللي تحت الطور البحث العلمي، هذه اللي ما هي متوفرة في السعودية. وهيئة الغذاء والدواء ونابكو بيساعدون إن نجيب الأدوية معظمها. يمكن تتأخر في مركز عن الثاني، أنا بعض الأدوية ما عندي متوفرة في مركزي، لكن في المركز الثاني بعضها متوفر وهكذا. في تعليق؟ أيوة، كنت بقول تعليقا على ما قاله في الأخير الدكتور ماجد، فعلا انه الاميون موديوليتر وزي ما تفضل بروف البيولوجيكال ثيرابيز الان مو بس فقط ان احنا نخاف انه والله يتسبب مضاعفات من سرطان او التهابات، بالعكس الان صارت جزء من علاج اغلب السرطانات. يعني تلاقي انه اغلب انواع السرطانات الان يعالجوا بهذه الادويه اللي هي اميون موديوليترز. وصحيح الان ابحاث في تليف الكبد برضو لها علاقة بالإميون موديليتر، أنه ممكن بعض الأدوية، وهذه ما زالت طبعا من ضمن العقاقير اللي قاعدة في الدراسات، أنه ممكن تحسن من تليف الكبد. بل إحنا دائما نقول تليف الكبد هو مرض لا يرجع، يعني إذا أصاب المرض إذا إنسان بتليف الكبد لن يرجع الكبد مرة ثانية يستعيد خلايا اللي تلفت وأصبحت تليف. لكن هناك بعض الأبحاث جارية على هذه الإميون موديليتر، وايضا في ابحاث اميون على هذه الادويه بدهون الكبد، وايضا محاوله ايضا وجود عقاقير ايضا لفيروس باء اللي لم نجد الى الان علاج جذري له. علاج فيروس باء علاج ممتاز يتحكم بالمرض، ولكن لا يقضي عليه كما طلعت الان العقاقير الجديده للقضاء على فيروس سي. طيب يعني سؤال، ليش احنا ندور على ادويه المناعه وليه نغير ادويه المناعه؟ ليه ما ندور على السبب ونعالجه؟ احنا لو عرفنا السبب كان كثير من المشاكل اتحلت الطبيه. لكن للاسف كثير من الامراض مجهوله السبب، وخصوصا الامراض المناعيه. فلو استطعنا نعرف السبب وحددناه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يفتح علينا. يعني ترى العلم شغال في الموضوع ده يمين ويسار، انت لا تتوقع انه ترى هم ما بيبحثوا، لا، واللي يبحث عنه ترى يعني حيكون جاب الجائزه كبيره للبشريه. ف لكن للأسف قصر علمنا على الموضوع ده الآن في اللحظة دي. طيب اسمح لي فيصل، بس تثنية على كلامك، السبب ترى الناس محمومة تبحث عن الأسباب. يمكن شفت الدواء الجديد حق
هي لس حق الأطفال والدواء حق التليف الرئوي، دخلت العلاجات الجينية، يقص الجين الخربان ويحط جين صحيح وخلاص انتهى الموضوع. فوصلوا لمرحلة أن يجدون الأسباب. هذا لما يكون عندك الاعتلال في نقطة صغيرة واضحة، هذه الأدوية ممكن تشتغل عليها. كثير من الأدوية ليست جين واحد، تلقاها عوامل كثيرة جدا جدا، صعب أنك تتدخل فيها، ولكن الناس تبحث، الناس تبحث وتبحث وتبحث، ولها يعني في محفزات كثيرة تجعل الناس تبحث عن الأسباب وتغيير طرق العلاج. أنا يمكن أخذ سؤال لدكتور فيصل عن الدهون الكبد. دهون الكبد إيش تسوي بها؟ إيش أسبابها؟ كيف تعالجها؟ وهل لها علاقة بالكورونا؟ وإيش يسوي بها في الوقت ده، في الوقت الزمان ده؟ نعم، طبعا دهون الكبد يعني نقدر نقول أنه هو مرض الكبد العصري الآن. يعني الآن زادت نسبة أن أنت تشوف أمراض الكبد الدهنية عن السابق، وهذا له علاقة قوية جدا بزيادة نسبة الوزن الزايد طبعا، والسمنة، وداء السكري في يعني أغلب مناطق العالم، يعني في العالم الغربي وأيضا في المملكة العربية السعودية، مع زيادة نسبة السمنة وزيادة مرض السكري يزيد من حدوث ترسبات الدهون في الكبد. مرض دهون الكبد يتفاوت ما بين دهون تترسب في الكبد إلى التهاب كبدي دهني غير كحولي. وليش نقول التهاب كبدي دهني غير كحولي؟ لأنه عندما نأخذ عينة من الكبد لندرس المرض، نرى أنه يعني التهاب في الكبد يماثل ما يفعله الكحول على الكبد من تلف في الخلايا، يسبب التهاب مما يؤدي إلى تليف إذا استمر الموضوع الالتهاب. التهاب الكبد الدهني هو المشكلة عندنا. يعني الدهون الكبد مشكلة أيضا، 5% منها ممكن بعد 10-15 سنة إذا واحد ما عالجها ممكن أنها تصل إلى تليف، ولكن هذا نادر. لكن التهاب الكبدي الدهني الغير كحولي، أو نبسطها التهاب كبدي دهني، عندما يكون دهون الكبد أدت إلى ارتفاع في إنزيمات الكبد، يعني أصبح عندك دهون في الكبد وبدأت تؤثر على غلاية الكبد مما يحدث فيه التهاب، فالتهاب هذا المزمن 20-25% منه ممكن يتحول إلى تليف. طبعا يأخذ وقت طويل من 10-15 سنة عشان يتكون هذا الشيء. فمسبباته قلناها، هي طبعا مرض العصر بسبب السمنة، بسبب زيادة الدهون في جسم الإنسان، بسبب السكر، كلها تساعد على ترسب الدهون في الكبد. وعلاجها الآن حاليا هو الرياضة والحمية والتحكم بالأمراض الأخرى اللي هي مصاحبة، زي مثلا داء السكري، زيادة الدهون في جسم الإنسان. السمنة طبعا ينصح دائما أنه طبعا واحد يقلل الوزن، وإذا ما قدر يقلل الوزن هل في دور للعمليات الجراحية فيها؟ طبعا هذه لازم تكون عمليات السمنة لازم تكون مقننة، لأنه شفنا حالات كثير يكون في دهون في الكبد وهذه ما دفع الواحد أنه يقلل وزنه، ولكن كان الدهون مثلا واصلة إلى مرحلة تليف، فكان النزول الشديد في الوزن أدى إلى التهاب كبدي حاد وساعات فشل كبدي حاد، وشفنا بعض الحالات من هذه ولكنها نادرة. لكن أنا أقول أنه يجب تقييم حالة دهون الكبد وهل أدت لا سمح الله إلى تليف أم لا، وبعدها يصير في أيضا يعني استشارة من الجراح. هل في عقاقير خاصة لعلاج دهون الكبد؟ في الحقيقة كل الدراسات السابقة أثبتت إنه الفائدة ما هي يعني قوية جدا، يعني دراسات ضعيفة، عدد مرضى قليل،
لم تثبت أنها فعلاً تفيد وتذوب هذه الدهون من الكبد، مثل مثلاً فيتامين إي، مثل الأدوية المساعدة للسكر زي مثلاً دواء بيكلوتازون، أو بعض الناس أيضاً يستعملوا المنظم حق السكر في علاج الدهون الكبد. لا يوجد دراسة علمية ثابتة تثبت أنه هذه فعلاً أدوية تفيد دهون الكبد. حالياً هناك يمكن 3 أدوية، واحد تلو الآخر، ننتظر موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على بعض البحوث التي وجدت نوعاً ما في الكبد الدهني اللي وصل إلى مرحلة التليف إنها تساعد في إنها تذوب الدهون وبالعكس تحسن من مستوى التليف. فهذا مختصر يعني عن الموضوع الدهون الكبد. إذا تسمح لي دكتور فيصل أتقمص، أنا أتقمص شخصية المريض الآن وأسأل الدكتور فيصل، لأنه بعض الأحيان هذه من الأسئلة الشائعة الحقيقة اللي نسمعها منهم. نعم تفضل. يسألوني أحياناً وأنا أقول لهم طبعاً هناك من هم أعلم مني بذلك في موضوع الدهون، كيف نتابعهم؟ هل التحاليل اللي هي إنزيمات الكبد الترانزامينيزز هذه تعتبر أحد الحاجات، لأنه عادةً ما يكتشف الكبد الدهني بهذه الطريقة، يجيك واحد كذا ويجي يقول لك يا دكتور عملت تحليل وغريبة كده، شوف الإنزيم عندي 100 وشوية وكده، وسووا لي تحاليل ثانية وقالوا لي ما عندك شيء، وسووا لي أشعة صوتية وكذا قالوا لي عندي كبد دهني أو شيء من هذا الكلام. طيب أنا كيف أتابع هذا الموضوع مع المريض؟ هل هي الإنزيمات وأتابعها وأقول له أعمل كذا ونقص وزنك وكذا وكذا وبعدين نتابع الإنزيمات هذه، ولا هناك طق أدق بنتكلم الآن عن الفايبروسكان والحاجات، يعني أيهما اللي عادة المفروض نتابع به هذا المريض، أو إيش العلام الحاجات اللي نتابع بها المريض؟ سؤال جدا مهم يا بروف. وطبعا المسألة هنا أول شيء التشخيص دائما يكون مثل ما تفضلت، لازم أول حاجة نتأكد من كل مسببات ارتفاع إنزيمات الكبد، فيكون يعني المريض اللي يجي بارتفاع في إنزيمات الكبد وعنده ما يدل أنه يمكن تكون دهون في الكبد، سواء كان سكر أو وزنه زايد، عنده سمنة مفرطة، لكن يجب في الأول التأكد أنه ما يكون سبب آخر، لأنه في أسباب أخرى زي الفيروسات أو مرض المناعي له علاج، ولازم نحن نتأكد من الشيء هذا. طبعا تشخيص دهون الكبد مثل ما تفضلت يعتمد على ارتفاع الإنزيمات الكبد، وجود دهون على الكبد في الأشعة التلفزيونية، وتأكيد يكون دائما في العينة. طبعا العينة المشكلة أنها طبعا نحن نتأكد من الأمراض الأخرى أنها خالية، سواء فيروسات مرض مناعي، ولكن العينة جزء من التشخيص. نعم، بسبب أنه العينة مشكلتها أنها تعتبر طريقة في التشخيص وفيها مجازفة من مضاعفات مثل النزيف، أو لا سمح الله مضاعفات كبرى زي مثلا أنه يكون في جرح كبير في الكبد يحتاج إلى جراحة. فهنا بدأت الأمور في الفترة الأخيرة بالنسبة لدهون الكبد أنه يكون التشخيص عن طريق أخذ بعض التحاليل ووضعها في سكور معين زي ما احنا نسميه دائما الفيب فور سكور مثلا، وفي بعض الأشياء معينة وتوجد لنا التشخيص وتأكد لنا عليه، وأيضا بعض الأدوات الأخرى زي ما تفضلت أنت اللي هي النون انفيزيف ميجرمنتس اللي هي الفايبروسكان. عندما نتأكد من هذه الأثناء ما في حاجة لعمل الخزعة، ثم تكون المراقبة بعد ما إحنا نطمن أنه ما في أسباب أخرى، وزي ما تفضلت نحط نظام معين، أول شيء التحكم في السكر، التحكم في الوزن، إذا في دهون مرتفعة وخاصة الدهون الثلاثية فاستخدام عقاقير مثل الفايبريت، أو حتى بعض المرات استخدام أدوية خفض الكوليسترول ولكن بعناية لأنه الإنزيمات تكون مرتفعة، فممكن نأجل الموضوع هذا إلى ما نشوف تحسن في الإنزيمات. فيبدأ المريض في مرحلة كل 3 شهور إلى 6 شهور نراقب الإنزيمات حقت الكبد ونشوف إذا في تحسن في إنزيمات الكبد.
أما بالناحية مراقبة تطور المرض من ناحية التليف الكبد لا سمح الله، فممكن إن إحنا نعمل فايبروسكان هذا على شكل سنوي عشان نتأكد إنه المسألة ما تطورت. بس عشان يعرفوا الناس إيش هو عفواً عشان بس يعرفوا إنه إيش هو الفايبروسكان اللي بنتكلم عنه، هو نوع جهاز معين بيقيس نسبة التليف اللي في الكبد بدون ما يكون هناك أي خزعة أو شيء، زي الأشعة الصوتية بيمرر فوق الكبد ببروب معين كده ويقدروا يحسبوا منه، عشان الأخوان بس عشان يعرفوا إيش هو الفايبروسكان. نعم. الجهاز الفايبروسكان يعتمد على موجات زي الموجات حقت الألتراساوند، ولكن هذه مخصصة بحيث إنها تعطي مقياس لسماكة الكبد. هذه موجات تروح ترتد وترجع وتعطي بالضبط كم هي سماكة الكبد، وتحط في معادلة معينة في الجهاز وتعطيك درجة التليف، وهذه أثبتت علميا أنها دقيقة مثل العينة، خاصة في الدرجات الأولى والدرجات المتأخرة، بينما الدرجات اللي في المنتصف ما تكون دقيقة 100%، ولكن على الأقل تقول هل بدأ في ألياف تتكون في الكبد أم لا. والآن جهاز الفايبروسكان أصبح باستطاعته أيضا أنها تعطيك حاجة في كاب نحطه على الفايبروسكان. طبعا هو موجود لأنه الجهاز الآن صار مختلف، نفس البروب مختلف، ففي بعض البروبز الآن صار فيها جاهز يعطيك حاجة اسمها استياتوسيس كاب، وهو تعطيك بالضبط نسبة الدهون الموجودة في الكبد، وهذه أيضا لها دور في حكاية المراقبة لموضوع دهون الكبد. لكن أنا لا أنصح، لأنه أنا أشوف بعض المرات أنه يصير فيه بعض الناس يبغوا يعيدوها كل 3 شهور كل 6 شهور، ما لها أي قيمة من إعادتها فترة وجيزة. أنت لازم تحط نظام غذاء وحمية معين، وبعدين تعطي فرصة متكاملة وتعالج كل الأشياء اللي أدت إلى دهون الكبد زي السمنة زي السكر، وبعدين تعيد تقييم بالإنزيمات وأيضا بإعادة الفايبروسكان. طيب أنا يمكن بروف ناخد سؤالين عشان لا نطول عليكم ساعتين، جزاكم الله خير. ف we'll try to wrap up with the last two questions. آخر سؤالين، وهي رمضان والقولون، رمضان والإمساك. رمضان والقولون مع الدكتور يوسف، رمضان والإمساك مع الدكتور ماجد. تفضل دكتور ماجد. الله يرضى عليك، خليك برف. قضية الإمساك، أكثر سبب للإمساك هو السبب يسمونه habitual constipation، الاعتيادي. قضية التغير النمط الساعة البيولوجية حقتك، الأمعاء حقتك تعرف إن الإخراج في وقت معين، فدائما نقول للناس اللي عندهم اضطراب الإخراج، والله يا أخي إيش عادتك؟ والله يقول لك والله في الصباح بعد ما أفطر أروح دورة مياه بعدين أروح دوامي، ولا بعد ما أرجع العصر. فإذا عندك نمط عادة معينة تمشي عليها يوم بيوم يكون جيد. إحنا مشكلتنا في رمضان تنقلب الأمور معنا، فالساعة البيولوجية ونمط حياتنا يختلف كلياً. ايضا قضيه التغذيه والحركه، الحركه الرياضه بحكل بحد ذاتها تحرك الامعاء وتساعد على الحركيه وتحاشي الامساك. الالياف حقيقه قد يكون التغذيه في رمضان تعتمد على الدهون اكثر عند الناس، والمقالي والسكريات اكثر من قضيه الياف وسلطه. الاكثار في شرب الماء، هذه عاده الاشياء المعينه. اذا كان حصل مرحله امساك لدرجة أنها تضر بالشخص أو تضايق، في تدخلات علاجية تعتبر آمنة. كثير أكثر يعتبر آمن شيء يمكن الأملاح اللي اسمها الموفيكول، هذه في الخارج تنباع اسمها ميريلاكس في أمريكا، وبدون وصفة الطبيب تدخل الصيدلية تشيل العلبة وتمشي البيت، ودعايتها أطفال يغرفون ويحطون في عصير برتقال حتى، يعني الدواء آمن جدا. إن أفرط فيه الشخص العرض الجانبي الوحيد فهو ساب. فهذه تعتبر يعني من الأشياء اللي تأخذ من دون وصفة، الميريلاكس إذا كان وصلت لمرحلة الإمساك مرحلة سيئة. أو الألياف زي النورماكول تعتبر يعني مكمل، يعني نوع من الاستعاضة الغذائية للألياف من ناحية الإمساك. هل تصل لمرحلة شديدة جدا وصعبة؟ قد، ولكن صراحة نادر. ما أدري يمكن بروف عنده إضافة.
أبداً. أعتقد أنه زي ما تفضل الدكتور ماجد، ألياف سوائل كثير، ننتبه للناحيتين هذه، وإن شاء الله ما أعتقد حيفرق كثير مع الواحد. كلنا معرضين أنه يعني كله، لو تسأل أي واحد average person يقول لك والله أنا في الشهر يومين ثلاثة جاني إمساك. هو دائماً الخطورة في حدوث الإمساك واستمرارية هذا الإمساك لفترة طويلة، مع اللي هو التغير الغير طبيعي والمعتاد على المريض لفترة أطول، وإذا كمان أضفنا عليها بعض الأعراض الأخرى كنقصان في الوزن أو لا سمح الله وجود دم في البراز، فلا بد هنا إنه المريض ما يأخذها ببساطة ويجب إنه يستشير فيها الطبيب. ولكن أثني على كل الكلام اللي قاله الدكتور ماجد، ما عندي زيادة الحقيقة. الألياف والسوائل الكثيرة مهمة جدا في رمضان. القولون العصبي ما أعتقد إنه يختلف، يعني أنا ما أعتقد أعالج مريض قولون عصبي في رمضان عن أعالج في وقت آخر. بيعتمد كثير على الدكتور ماجد أسهم في هذا الموضوع وتكلم عنه كثير، موضوع الستريس، موضوع التشينج ان لايف باترن. احنا نبغى نقول انه احنا كبشر نتأثر كثير بالظروف اللي حوالينا، والقولون العصبي هو في الأخير ظاهر أكثر ما انه هو مرض، فقد تكون عليه تأثيرات كثيرة تتعلق ب النظام اليومي، الساعة البيولوجية اللي تفضل بها الدكتور ماجد، الستريس، أنا قديش يكون أندر ستريس إني أنا متأخر وأصحى بدري وما له كفاية، وهذه حطتني تحت ضغوط، وأكلي ما هو منظم وأسهبت وأكلت زيادة، وهنا كثرت من الشيء، لأن أمور كثيرة جدا تلعب دور في هذا الموضوع. لكن ما أعتقد إنه هناك يعني ناحية جذرية نقول فيها إنه في شهر رمضان المبارك ترى مريض القولون العصبي لابد إنك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يختلف على الأشهر الأخرى. طيب، جزاكم الله خير جميعاً، الله يعطيكم العافية. أشكر أول شيء البروف يوسف قاري، دكتور ماجد الماضي، الدكتور فيصل أبو الخيل، شكراً على وصولكم وتعاونكم، شكراً لحضورنا، وجودكم هو الداعم لنا، وإحنا نعمله عشانكم تستفيدوا إن شاء الله. أعطونا اقتراحاتكم لتحسين الموضوع ده، إذا أنتم تبغوا تسمع منه مرة تانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نراكم على خير بإذن الله. شكراً لك. شكراً جزيلاً دكتور فيصل، شكراً للزملاء. شكرا دكتور فيصل، شكرا زملاء، شكرا لكم جميعا، كل عام وانتم بخير. انتم بخير، انتم بخير.